local time, the Northern Tower collapsed. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج اليومي حرب الألفية الجديدة. وفي هذه الحلقة يسرني أن أستضيف أنا خير السفلوح الدكتور نعسان الشاطر، الخبير في الشؤون الاستراتيجية ومؤلف كتاب صدام الحضارات وكتاب نهاية العالم وكتاب انفجار كوكب الأرض، ومعنا أيضا الباحث لطفي الباشا المتخصص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة والتنظيمات السرية. ويسرنا أن نستضيف أيضا الخبير الديموغرافي نصير جاد الحق، وهو أيضا خبير متخصص في الأصول العرقية الأفغانية ومن أهم الباحثين في أصول قبائل البشتون. ومعنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من نيويورك الأدميرال المتقاعد جون روبينز، وهو متخصص في مجال الصواريخ البعيدة المدى والقنابل الذكية. ويمكن للسادة المشاهدين المشاركة في هذه الحلقة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وستظهر هذه الأرقام لاحقا على الشاشة. الآن حان وقت الفاصل الإعلاني القصير، فإلى فاصل إعلاني قصير، فابقوا معنا. نصوح قلبه مشان الله، قلبه خلصني. طيب خلينا نشوف شو رح يحكوا بالأول. لك شو بدهم يحكوا؟ شي جديد يعني؟ نفخوا قلبنا بهالحكي نفسه. ولك مشكلتك انك ما بتتعاطي بالسياسة منوب، وهالشي عم بضايقني منك كثير. ها كثير عم بتضايق يا سيدي، اتعاطى فيها لحالك لما بكون انا مالي موجودة. تكرمي، وهي قلبت لك القناة. سيداتي سادتي، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإرهاب بين السائل والمجاب او المجيب، وسنحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على مفهوم الإرهاب وما يخلفه من انعكاسات وما يسببه من ارتكاسات، وذلك من خلال لقاءات منوعة مع عدد من المحللين السياسيين وكبار الصحفيين في الوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نقدم لكم الآن الفيلم العربي الإرهاب والكباب، نرجو لكم معه أمتع الأوقات. لك مو مبارح حطوه هذا الفيلم؟ مبلا، صرنا شايفينه أكثر من 10 مرات، رح يطلع من مناخيرنا. لماذا لا يتفق العالم على تعريف مفهوم الإرهاب؟ وهل يمكن أن يفرق بين الإرهاب وبين الحق المشروع بالدفاع عن النفس إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أم أن كل من سيحمل السلاح سيصبح إرهابيا حيث لا مجال وقتها لقولتي يا أمي ارحميني؟ هل ستتخذ الولايات المتحدة أحداث 11 سبتمبر ذريعة لتصفية حساباتها القديمة مع كل معارضيها إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أم أن هذه الضربة ستدعو أمريكا لإعادة حساباتها من جديد إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ ومن هي الدول التي ستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة الإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أو بتعبير آخر، من هي الدول الداعية أو المساندة أو المحتضنة أو المؤيدة أو الداعمة للإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ وهل ستصدر قائمة جديدة بأسماء الدول والمنظمات الشامتة بأمريكا والتي تنادي بمبدأ إن شفت الأعمى طبه مالك أكرم من ربه؟
للإجابة على كل هذه التساؤلات تابعوا معنا برنامج الانتفاع المشاكس، ويمكن للسادة المشاهدين أن يراسلونا عبر الإنترنت إلى العنوان التالي www.الحصيرة.com. نترككم الآن مع المطرب بوري شمعون وأغنيته إرهابي أنا فخشيني ويل إذا عرضتيني. أنا فاتنة، تصبح على خير. هلا وقت النوم أنت التانية، شبكي لسه سهرة بأولا؟ لك دخيلك، دخيلك أنت والسهرة المتة، تصبح على خير. وأنت من أهله؟ أحسن شي فوت نام على التاني، رح يطلع الإرهاب من مناخيرنا. بتعرفي هبة أني مبارح طلبت من جوزي إنه يجيب دش تاني على البيت؟ أوف، وليش الدش التاني أنت التاني؟ يا ستي مشان أتفرج على البرامج اللي بدي إياها، لأنه حضرته عن قال الأخبار والتحليلات السياسية، وأنا بصراحة ما بطيق شيء اسمه أخبار. مثل جوزي فرد شكل. الله وكيلك، لا عدنا شفنا مسلسل مثل العالم والناس، ولا حتى غنيت بالقلب، لك ولا برنامج نتسلى فيه، لأنه الأفندي بمجرد ما يفوت على البيت بيحط لي راسه براس الأخبار وبينجز، ويا من ترى نازل تقليب بقى بهالريموت كنترول، مع إنه بالقبل ما كان هيك. لكن كيف كان؟ يا ستي قبل أحداث 11 سبتمبر ما كان يطيق الأخبار، يعني يدوب كان باليوم يشوف له نشرة نشرتين، بس بعد الأحداث صار مهووس بالأخبار، لك تقولي مفجوع أخبار مو هيك؟ مثل جوزي بفرد شكل. أنا جوزي قبل أحداث 11 سبتمبر ما كان يستنضف يفتح جريدة، أما هلأ المسكين بعد الأحداث عيونه ما مقت من كتر القراية. إيه بس الله هديك الأيام، الحقيني على الصالون لأحكي لك الحقيني. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني كان جوزي ياخذ ويعطي، يضحك ويمزح على طول، وش بشوش والضحكة ما بتفارق، بس بعد الأحداث يا حسرتي الله وكيلك صار وشه ناشف مثل القريص وما بيضحك للرغيف الصخر، لك تقولي حامل هموم العالم كلياتها فوق راسه. يا ستي أنا حالتي مو أنظم من حالتك، أنا جوزي قبل أحداث 11 سبتمبر كان يغازلني على الفوتو والطلعة وعلى أولة شو الفستان الحلو وشو هالمكياج المزوي ويسلم لي هالوش الراية وتقبريني وتكفنيني وتسلميني من هالكلام هذا كله، أما بعد الأحداث تقولي خرس مو هيك؟ عم قلك سكت فرد سكتة، لا من تمه ولا من كمه، وصار بده كماشي لحتى تسحبي الكلام من تمه. أنا جوزي قبل 11 سبتمبر كان روح قلبه الروحات والجيات والسيارين والمشاوير والسهرات، أما بعد 11 سبتمبر لك تعدمي إذا بيقلي امشي لحتى أخذك مشوار. يا ستي أنا جوزي قبل أحداث 11 سبتمبر كان كريم وما يسأل عن القرش وين انصرف ولا شو انصرف، أما هلأ بعد الأحداث مسك إيده فرد مسكة وصار إذا بده يشتري يعني عدم له أخذ نكاشة أسنان نحسب ألف حساب. أنا جوزي قبل 11 سبتمبر كان ما يفوت على البيت إلا وحاملي بإيده شي غرض، أما بعد 11 سبتمبر لك صار إذا يفوت وحامل بإيده شي بيكون جريدة. هلأ شو بدي إلك هبا، يا ترى هالأحداث لحسته أقول رجالنا بس ولا كل الرجال صاروا هيك؟ لا والله يا سمية مو بس رجالنا، بتعرفي لكل الدنيا تغيرت. هلأ خلينا نغير هذا الموضوع نحكي بموضوع تاني بيكون أحسن، لأنه هذا الموضوع صار بيقمطني قلبي منه. شو رأيك بكرة نعمل صبحية عن صبحية؟ أوف، وليش عن صبحية بالذات؟ لا يعني إن زمان ما عملنا صبحية عندها مو حلوة، بعدين بتعتب علينا. لا اطمني روحي ما رح تعتب. ليش بقى؟ أنت شو عرفك؟ لأنه صبحية من بعد أحداث 11 سبتمبر قررت ما تشارك بولا صبحية لا عندها ولا عند غيرها. وشو دخل الأحداث بالصبحيات؟ صبحية عم تقول بما أنه بدت أولى حروب القرن فلازم نحنا يعني نتقشف شوي وما نمارس أي نشاط ترفيهي من هون لحتى تخلص الحرب. ها ودخلك بقى يعني أمتى رح تخلص الحرب؟ الست صبحية ما تنبأت بهالشي؟ يا حبيبي وصلت والله، ما بقي غير صبحية تتنبأ لنا. ليش وقفت الشغل على صبحية؟ إيه الله وكيلك كل الخلق والعالم عم يناقشوا ويحللوا ويتنبأوا، كله صار سياسي ما شاء الله. وكان من جهة أخرى تعرضت الحكومة أيضا شو؟ لنقد شديد. لإمتى بدك تضل تقلب بهالمحطات؟ لإمتى يعني؟ حتى اجتمع بشي نشرة أخبار. لسه بقي لي نشرة الأخبار؟ لك شو قصتك أنت؟ ما بدك تفهمني شو قصتك؟ أنا قصة؟ أنا قصة ما؟ قصتك مع الأخبار؟ يعني حرام إذا عرفنا شو عم يصير بالعالم؟ أنا ما عم قلك لا تعرف شو عم بيصير بالعالم، بس حضرتك صرت شايف سبع نشرات أخبار وكلياتهم مثل بعضهم. لا لا أبدا، لا تغلطي يا هبة، شو كلها مثل بعضها؟ كل محطة إلى استراتيجية خاصة بصياغة الخبر وإلها رأي ومنطلق وتحليل وتفسير يختلف تماما عن بقية المحطات. يعني خدي مثال، في محطة بتقول
أعلن شارون رئيس وزراء إسرائيل. ومحطة تانية بتقول أعلن المجرم شارون رئيس الكيان الصهيوني. خلاص خلاص حبيبي، فهمنا هالدرس، والله حفظته. هلأ أنت على إيش بدك تتفرجي؟ أنا بدي أتفرج على برنامج المنوعات هذا تبعك. قولي علينا، قولي علينا على المنوعات والمسابقات. لك العمى على الحالة، كل المحطات صارت تسابق بعضها بالجوائز والفقش والرقص على الطاولات والطرق والزفق واللعي والبربرة اللي ما لها طعمة. بقى أحسن شيء وحط راسي ونام، تفضلي قلبي على كيفي. فعلا حبيبي هذا أحسن شيء. خيليك ما قلت لي أمجاد كيف الشغل بالأيام؟ ماشي بتصرف على حاله، شو بده يصير فيه يعني؟ ولأمتى بتضل الوضع على حاله؟ لحتى رب العالمين يسمح. ما بصير الحكي يا أمجاد، لازم تتحرك. شو تحرك يعني؟ شو بدي أعمل؟ لك اعمل أي شيء يا أخي. مو معقول تقضي حياتك الوظيفية كلها وأنت معاون مدير، لازم تستلم مدير كم سنة زمان قبل ما تطلع تقاعد. أي معك حق فيها. بس المصيبة انه هذا المدير الحالي مدبق بهالكرسي بفرد تدبيقة وما عم يتزحزح عنه. لوك اذا حكمته سفرة لبرا بيشحن الكرسي معه بالطيارة، بخاف يرجع وما يلاقي حدا قاعده عليه. ومثل ما بتعرف وضع مديرنا ممتاز مع المسؤولين فوق، يعني بصراحة اذا انا ما زحته من محله او طيرته وعملت لي شي فرتيني عليه ما راح يترك الكرسي، ما راح استلم انا محله قبل ما يطلع على التقاعد. هيك حاسس. طيب ما تزيحوا عن طريقك، شو مستنين؟ خليها لالله احسن شيء. بتصدق يا سعيد اني ما خليت طريقه تعتب علي الا جربتها حتى اخلص منه وزيحه من طريقي، بس عبس ما في نتيجه. يعني بالمختصر ما في شغله عملتها فيه الا وانعكست ضدي. مثل شو يعني؟ شو عملت معه؟ عم اقول لك ما خليت شيء، ابتداء من طق البراغي لسلخ التقارير وانتهاء بالمؤامرات والدسائس، بس عبس ما في نتيجه. كل تعبي بهالسنتين زمان راح بوش. يعني لم يمكن تسلخوا تقارير؟ يا سيدي كتبت فيه تقرير شي كان وشي ما كان لدائرة الرقابة والتفتيش، وتقرير تاني ألعن وأدق رقبة لمكتب الوزير، وتقرير تالت أضرب من اللي قبله لمجلس الوزراء. إيه يعني كل هالتقارير ما جابت نتيجة؟ أبدا، ولا كأني ساويت شي. كل ما هنالك انه هالتقارير كانت تعمل شوية شوشرة ولا اكثر من هيك. طيب وليش ما رفعت فيه تقرير للجهات الامنية؟ ومين قال لك اني ما عملتها؟ قسما بالله ما خليت فرع امن يعتب علي، يلي دخلوا ويلي ما دخلوا. كل الفروعة وصلتها تقارير مني عن مديرنا ممارساته، ورغم هيك ما استفدت شي. كل هالتقارير هي كانت حبر على ورق مثل قلتها. العمى بقلبه العمى. طيب ما يزوع على دمه ويطلع لبيته لحاله؟ لك كل سنة بده يقدم تمديد خدمة، فعلا صار لازم يستحي على دمه ويترك الفرصة لغيره وحاجته بقى. لك حبيبي مع مين عم تحكي انت؟ جناب مثل الطناب الله وكيلك. اي سيدي انا لقيت لك الحل. بالله سعفني في دخيلك. ما في غير تقدحه تقرير مرتب من كعب الدست وترفعه لجهات عالية كتير. ما قلنا لك كتبنا لجهات عالية كتير وما استفدنا. بعدين مين قصدك يعني؟ مين اللي أنا بقصد الجهات برا مو الجهات المحلية. شو يعني؟ ما فهمت عليك. ولا يهمك، راح فهمك. بهالأيام هي دارجة كتير موضة الإرهاب، يعني فيك تقول إنه العالم كله والكرة الأرضية والقارات الخمسة ما لا شغلة ولا عملة إلا قصة الإرهاب. بقى ما في قدامك غير تقول له برغي برا وتتهمه إنه إرهابي.
ليش كمان برا صار في طق براغي؟ ايه بعد احداث 11 ايلول صار في هيك شيء. طيب شو بيضمن لك انه رح يصدقوا يلي رح اكتبه بالتقرير؟ طالما الحديده حاميه رح يصدقوا كل شيء، بعدين احنا ما رح نكتب شيء كذب. روقنا سعيد، يعني شلون بدك تتهمه للزلمه بالارهاب بدون ما تكذب؟ لحنا رح نحكي عن الارهاب من زوايا تانية لحتى ما نضره للزلمه. طيب شو هي هي الزوايا التانيه؟ اخي انت مالك سمعان بشيء اسمه ارهاب اقتصادي، ارهاب نفسي، ارهاب اعلامي، ارهاب اجتماعي؟ بلا بلا سمعان طبعا. عظيم، بدنا نحكي ضمن الحدود هاي. طيب لمين بدنا نبعث التقرير؟ فهمني. انت تروك الشغله هي علي وانا راح اطبخ لك اياها على نار هاديه لحتى تستوي منيح. اذا كان هيك ماشي الحال، طبخها بس اوعك تشوطها. تحياتي استاذ. اهلين لما، خير؟ استاذ هالرسالة اجتكم بالبريد. يسلموا ايدك، من وين يا ترى؟ استاذ انا ما عرفت اقراها بالاجنبي، بس ساعي البريد قال لي انها من بهاما. بهاما؟ مين بده يبعث لي مكتوب من بهاما؟ استاذ مالكم قريبين هنيك؟ لا ابدا، ما لي حدا هنيك، لا والمكتوب جاي باسمي شخصيا. فعلا شغله غريبه. طيب شو رح تعمل استاذ؟ شو رح اعمل يعني؟ رح افتحه وشوف شو قصته. اوعك استاذ، اوعك تفتحه. ليش بقى؟ يعني ليوم يطلع فيه جمره خبيثه. الجمره الخبيثه؟ الجمره الخبيثه بتهرب مني اذا شافتني. خير استاذ؟ شوفي لقيتوا جمره خبيثه؟ انو جمره خبيثه هاي؟ شي ألعن من الجمره الخبيثه بكتير. ما فهمت عليك، استدعاء لوين؟ على محكمه الارهاب الدوليه بهاما. هلا انت عم تمزح ولا عم تحكي عن جد؟ لك ليش هالشغلات فيها مزح انت الثانيه؟ لك ليش لحتى يستدعوك انت بالذات؟ فهمني بقى. والله ما بعرف شو بيعرفني، شغله بتحط العقل بالكف. نصوح حبيبي افهم علي، ليكون في شي غلط يعني مخربطين باسم حدا تاني، مشتبهين باسم حدا تاني. لا لا، الاستدعاء إلي بالذات لأنهم كاتبين اسمي الرباعي مع اسم الأم والجد والست وكل بياناتي شخصية. لعمة على هالقصة، ومنين جابوا كل هالمعلومات عنك؟ يبقى حاج تسأليني مشان الله، لأني أنا التاني مثلي مثلك، ما لي فهمان شي، مثل الأطرش بالزفة. هلا طول بالك شوي نصوح، لا تطول وتقصر. ايوة بعدين انا بصراحة من حقي اعرف يا حبيبي، محلان يكون متجوزة واحد ارهابي وما لي عرفانة. شو عم تقولي؟ انا ارهابي؟ هلا هذا اللي طلع معي؟ لك عم امزح معك، شو بك؟ ليش هيك انت بتلقى مزح؟ مزح؟ بالفعل انك انت ما بتعرفي تختاري الوقت المناسب للمزح. لك معقولة انت؟ معقولة؟ جوزك مطلوب لمحكمة الإرهاب الدولية وانت قاعدة عم تنكتي وتمزحي؟ خلاص حبيبي آسفة أنا، بس والله هيك حبيت خفف عنك شوي، شفتك كتير متوتر. طبعا بدي اتوتر، يعني ما كان ناقصني إلا أني اطلع إرهابي على آخر هالزمان. لكن عمي عميون عمي، كل شي حطيته بحسابي إلا أني اطلع إرهابي. خلاص حبيبي لا تحمل كتير المسألة، طنش ولا تروح، وإن شاء الله بينبعوا بالعزة كلياته. شلون بدي طنش انت تانية؟ اذا طنشت بيطلبوني رسميا عن طريق السلطات المحليه، وغير هيك يمكن تثبت علي التهمه وينزلوا اسمي على لائحه الارهاب رسمي. يعني بدك تروح؟ ما بعرف، محتار والله محيرني، بدي اشوف الاول شو راي المسؤولين عنا. مرحبا ابو المجيد. اهلين وسهلين. يا هلا. يا سيدي طمني شو الاخبار؟ سيدي إجا استدعاء رسمي للمحكمة تبع بهاما. حلو، معناتها نجحت الخطة. يجوز، بس يا أبو سعود أنا خايف، والله خايف وحاطت إيدي على قلبي. إيه والله. وليش تتخاف؟ خايف ينكشف أمرنا بالآخير. قوي قلبك شوي ولا تخاف، إذا الله راد أمورنا ماشية بالسليم. إيه سيدي، إمتى مسافر صاحبنا؟ ما قدرت أعرف لأنه في تكتم كبير على الموضوع. يا سيدي يتكتم ليشبع، بكره بيدوب الثلج وبيبان المرج. شوف يا اخ نصوح، نحن الحقيقه باعتبارنا جهه امنيه مختصه عرفنا بامر استدعائك اللي تم، ولذلك اجرينا اتصالاتنا بالمحكمه الدوليه لحتى نستفسر منهم شوي عن الموضوع.
وإن شاء الله عرفتوا شيء سيدنا؟ اللي عرفناه إنه مطلوب منك المسؤول أمام المحكمة لمواجهتك بتهم موجهة ضدك تتعلق بالإرهاب. تهم ضدي أنا؟ وشو هالتهم يا سيدي؟ ما هذا الشيء اللي إحنا حابين نعرفه منك. كيف يعني؟ يعني لابد ما يكون عندك فكرة عن الموضوع، لأنه الجماعة مو معقول يتبلوك هيك بدون مبرر أو يستدعوك على البهامز مشان تعمل سياحة. بس أنا يا سيدي ما عندي أي فكرة عن الموضوع، ما عندي فكرة منوب، وبصراحة ما كنت متخيل لحظة واحدة بحياتي إنه يصير معي هيك شيء. فعلا شغلة غريبة. تفضل عود. قلي هلا أنت إلك شيء قرايبين إلهم علاقة بالمنظمات الإرهابية؟ أبدا يا سيدي أبدا، مالي قرايبين من هالنمرة منوب، وإذا كان لا سمح الله بيقربوني بتبرى منهم. متأكد من هالشيء؟ طبعا سيدي متأكد، ما بدها اثنين يحكوا فيها المسألة. طيب انت لك علاقة بشي مؤسسات خيرية او منظمات دينية بتمارس نشاطها برا؟ نشاط سلمي طبعا. نهائيا سيدي، نهائيا، لا سلمي ولا حربي، لا اجتماعي ولا ديني ولا سياسي، وما لي علاقة بهالامور كلياتها. طيب عندك اصدقاء لهم افكار متطرفة مثلا؟ لا سيدي اطلاقا. يا سيدي كل اصدقائي معتدلين، حبابين، مسالمين، يتمنون لغيرهم ما يتمنونه لانفسهم. احمل لك سيدي رفقاتي مثل السكره، يعني بينمصوا تحت لسانك مص. طيب ربيت لحيتك شيء وانت شاب؟ بتاتا اطلاقا، كانه الله بعدي اسمه خالقني اجرودي. كيفك انت امريكا؟ امريكا؟ من انو ناحيه سيدي؟ من كل النواحي. يعني شو موقفك من امريكا؟ والله يا سيدي موقفي واضح مثل موقف كل البشر. يعني عندي مآخذ كثير على سياستها، وخاصة السياسة الخارجية تحديدا. وهالمآخذ هي كنت تصرح فيها قدام الناس؟ نعم يا سيدي، احيانا كنت تصرح فيها ما بيخلى الامر. طيب انت شمتت شيء او بين عليك انك فرحان وقت احداث 11 سبتمبر؟ لا وله، بالعكس يا سيدي، انمقتت كتير لما شفت الأحداث على التلفزيون. يا ترى بعيدتكم في شي فرع أو شرش بينفذ على قبائل بشتون؟ لا 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 أبداً، ما في شي من هذا منوب يا سيدي. طيب يا ترى سافرت شي على دولة من الدول اللي عم تسميهم أمريكا اليوم دول المحور؟ لا 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 أبداً يا سيدي، لأني ما بعرف حدا هنيك. فعلاً شغلة غريبة. طيب منين لأولك التهمة؟ لأنه بصراحة إحنا عملنا تحريات كاملة عنك وما لقينا بإدبارتك أي شيء بتاتا. إدبارتك نظيفة وناصعة مثل الفل. طيب يا سيدي والعمل هلأ؟ أنا برأيي إنك تروح أنت بنفسك وتشوف شو القصة، ونحن رح نتابع الموضوع من هون أول بأول، وما رح نتركك لحالك بأي شكل. طيب وإذا دقوا فيني هنيك وما خلوني أرجع؟ لا 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 طمن، ما بدقوا فيك، لأنه أصلاً أنت اسمك مو نازل لا بلوائح الـ FBI ولا CIA ولا مكتب مكافحة الإرهاب ولا حتى الإنتربول. لذلك طمن بالك وتوكل على الله. بالمناسبة بعتوا لك تيكت طيارة ولا نسفرك نحن؟ وضروري سافر يا سيدي؟ إيه طبعاً طبعاً لازم نبعتك، ولا بعدين بيقولوا عنا غير متعاونين. بقى شو قلت؟ نسفرك نحن؟ لا سيدي يسلموا دياتك، بعتوا لي كرت روح رجعة. أها عظيم كتير، معناتها في رجعة. وإلا كانوا قطعوا لك روحها بس بلا رجعة. والله يا سيدي الله وحده اللي بيعلم إذا كان في رجعة ولا ما في. ولا يهمك يا نصوح، أنت إنسان شريف ومواطن صالح. الله يخليك. ونحن رضيانين عنك سلوكا وإدارة ومواطنة. بعدين يا أخي أنت مالك آكل برلوت مر لحتى تجعت معدتك. فلذلك توكل على الله وروح، ونحن متابعينك. اللهم يا عالما بحالي وما يقول إليه مآلي، أرجعني بالسلامة إلى ربوع وطني الغالي وأحضان عيالي يا رب. دعينا نرجع بالسلامة سيدي. تحياتي. بدك تطول ببهامه؟ شو بيعرفني؟ شو شايفتيني رايح أعمل سياحة هنيك؟ طيب ليش ما تاخذني معك؟ لوين يعني على بهاما؟ وشو بدك تعملي هنيك؟ حبيبي بضل جنبك بتطمن عليك. لا معلش يا حبيبتي، بلالك هالشنطة، وأنا بوعدك إني خبرك شو رح يصير معي أول بأول، وإذا سبتت براءتي بإذن الله تعالى بوعدك إني أبعتلك خبر مشان تلحقيني لهنيك. يا رب تثبت براءتك يا رب. شو الأخبار عندك؟ سافر صاحبنا على بهاما؟ إيه نعم، سافر من 3 أيام. عظيم كتير،
معناتها هلا انت عم تسرح وتمرح لحالك بالشركه. بالله، وليش لحتى اسرح وامرح؟ لانه اكيد كلفوك باداره الشركه بعد غياب المدير. لا والله يا صاحبي، ما حزرت، كلفوا واحد من الوزاره بتسيير امور الشركه مؤقتا. شو هالحكي؟ اي نعم، هذا اللي صار. يعني ما استفدنا شيء من اللي عملناه؟ عمل لك يا سعيد، اكلت كم بيسوى حياتي. لا، وفوق كل هاد رحنا ورطنا الزلمه بقصه لا ناقه له فيها ولا جمال. فعلا كم مرتب. بس اسمح لي اقول لك يا امجاد، قول، ما بزعل منك، قول. انت زلمه منحوس، يعني لو بتضل 100 سنه ما ممكن تصير مدير. مزبوط، انا بعمري ما راح اصير مدير، مو لاني منحوس، لا. لكن شو السبب؟ قل لي امجاد. يمكن يكون السبب انه نيتي مو صافيه، ما في غير هيك. أعلن افتتاح الجلسة السرية. اسمك؟ مسعود المسعود. أنت من وين؟ من الوطن العربي. أنت متهم بأنك حملت سلاح وحاربت ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ومتهم بأنك تنظمت بتنظيمات محظورة عالميا، فشو بتقول حول هاي التهم؟ صحيح. يعني بتعترف؟ بعترف. طيب شو السبب اللي خلاك تعمل هيك؟ ما كان في خيار تاني. كيف يعني؟ ممكن توضح؟ إذا بتسمح عدالتكم أنا حابب أحكي. تفضل، بس باختصار لو سمحت. سيدي، أنا من اللي بتسموهن بالإفغان العرب، يعني نحن من أكثر الناس المنبوذين على هالأرض. لا بلدي بده يعني، ولا في أي بلد في العالم بيستقبلني وبيحويني، يعني بيخافوا مني أكثر من الجمرة الخبيثة والإيدز. طيب أنت بالأساس ليش طلعت من بلدك؟ أنا ما طلعت من بلدي باختياري، هربت هريبة. كنت ناشط سياسي والسلطات المحلية عم تلاحقني وتتابعني، مشان هيك هربت. لقيت حالي بلا وطن، منفي في بلاد الله الواسعة، فقير، جوعان، عريان، ما معي حق كسرة خبز. مشان هيك التجأت لأفغانستان، وهنيك انخرطت بالمجتمع الأفغانستاني، وناضلت وقاتلت معهم بقضايا ما بتعنيني لا من قريب ولا من بعيد. حاربت بالأول الاتحاد السوفيتي، انغمست بالحرب الأهلية، ضليت هنيك لحتى صارت الأحداث الأخيرة. صار لي 20 سنة بحارب وسلاحي بإيدي وسارح بالجبال والبراري. ما سألت حالي ليش، لأني أكيد ما رح لقي أي جواب. بالنتيجة أنا طلعت الخاسر الوحيد بهالمعركة، لأني صرت برات المعادلة، صرت مطلوب لكل دول العالم. سيدي القاضي، يا ريت المحكمة ما تضيع وقتها نهائيا وتنطق بالحكم طالما المتهم اعترف. من حق المتهم يحكي اللي بده قبل الحكم. تفضل تابع. كنت أتمنى موت تحت القصف، بس الله سبحانه وتعالى مريدني هالشي. لما كشفتني طيارة الأواكس متخبي بمغارة صغيرة بالجبل، أنا وثلاثة من رفقاتي بعتونا 6 طيارات F-16 و3 طيارات شبح وقاصفة B-52 وزدتوا علينا أكثر من 100 طن قنابل و4 صواريخ، وبالنتيجة ماتوا كل رفقاتي إلا أنا. شردت 4-5 أيام بالبراري حتى حاصرتني كتيبة مشات وجابوني لهون. طيب عندك شي تاني بدك تقوله؟ لا، ما في شي. هدوء. باسم حملة يد العدالة وزراع الحرية، حكمت محكمة الإرهاب الدولية على المتهم مسعود المسعود بتحويله إلى معتقل غوانتنامو. سيدي القاضي، هذا الشخص الماسل أمامكم الآن من أخطر أنواع الإرهابيين. صحيح هو ما حمل سلاح ولا انتسب لمنظمات محظورة، بس الإرهاب يلي عم بيمارسه إرهاب هدام وخطير ولازم يتعاقب عليه. شو رأيك بالتهم اللي موجهة لك ممثل الادعاء؟ أنا تهم؟
لسه ما فهمت شيء لحد هلا. اشرح له التهم بالتفصيل يا ممثل الادعاء. حاضر سيد القاضي. وردتنا تقارير تخص المتهم عن ممارسات يمكن أن تصنف تحت بند الإرهاب. وطبعا نحن بوسائلنا الخاصة وتحرياتنا الدقيقة اتأكدنا من صحة هذه التقارير. ممكن أعرف شو هي الممارسات؟ إذا سمحت يا متهم بتحكي معي إلي وأنا بوجه الحكي لممثل الادعاء. حاضر سيدي. مثل شو هاي الممارسات؟ رح قلكن مثل شو سيدي. المتهم اللي واقف قدامكن بيشغل منصب مدير عام لمؤسسة كبيرة بالوطن العربي، وبحكم وظيفته بيحتكم على 200 موظف على الأقل، وعم بيمارس عليهم أبشع وأقسى أنواع الإرهاب الاقتصادي. ممكن توضح شلون عم بيمارس هذا الإرهاب الاقتصادي؟ سيدي عم بيحاربهم بلقمة عيشهم. يعني إذا موظف تأخر بيخصم له من معاشه، وإذا موظف تقاعس بيحرمه من التعويضات، وإذا موظف تزمر بيشطبه من قائمة الإضافي. ولهالسبب يا سيدي الموظفين عايشين بحالة من الرعب والزعر والخوف نتيجة هالممارسات هاي. لا، والإرهاب الاقتصادي ما عم يمارسوا بالشغل بس، بالعكس كمان عم بيمارسوا على بيته ومرته وولاده. وعلى سبيل المثال يا سيد القاضي، كان روح قلبه التقليل بالمصروف والحرمان من أشياء أساسية، وكان يقول لهم هالغرض لا تشتروه وهالغرض أجلوا لأول الشهر، وهذا كماليات مو لازمنا هلا. ومن هالحكي هذا، وتخيلوا يا سيادة القاضي، تخيلوا إنه ابنه صار له سنتين عم يترجى ويبكي من شان تي شيرت عليه صورة جراندايزر والأخ عم يرفض. بقى قالوا لي لسه في أصعب من هيك إرهاب اقتصادي؟ صحيح، بس أنا يا أستاذ. لا تحكي هلأ، اسمع بقى التهم بالأول. ليش لسه في تهم؟ أما النوع الثاني من الإرهاب يلي عم بيمارسه المتهم فهو الإرهاب الإعلامي. تخيل يا سيادة القاضي ويا حضرات المستشارين إنه بيتدخل بمجلة الحائط تبع الشركة وبيراقبها وبيحذف يلي ما بده اياه وبيحط يلي بده اياه. هذا غير الكلمات والخطابات يلي بيوجهها للموظفين بمناسبة وغير مناسبة. بقى في أصعب من هيك إرهاب إعلامي؟ أما النوع الثالث من الإرهاب يلي عم بيمارسه المتهم يا سيادة القاضي فهو الإرهاب الاجتماعي، وهذا عم بيمارسه على الموظفات يلي عنده وعم يفرض عليهم لبس محتشم. اتصور يا سيادة القاضي ما عم يخليهم يحطوا مكياج. أما بالبيت فالمتهم عم يحرم مرته وولاده من مشاهدة القنوات الفضائية يلي ما بتعجبه. وفي تقرير عندي بيقول إنه وبخ ابنه لأنه ما رضي ينزل ويجيب ربطة خبز. وهذا يا سيادة القاضي ممكن يعمل للولد عقدة نفسية ويصير عنده مخزون من العنف ما بنعرف وين بينفجر لما بيكبر. لسه في عندك شيء يا ممثل الادعاء؟ نعم سيد القاضي، في عندي شغلة صغيرة بتأكد على وجود الميول الإرهابية ونوازع الشر عند المتهم. في عندي تقرير بيقول إنه لما المتهم شاف على شاشات التلفزيون عملية انتحارية أدت لتفجير دبابة إسرائيلية انبسط كتير وقال خي. عنجد قلت خي؟ نعم سيدي القاضي، قلت خي، وليش لحتى ما أقول؟ سجل الاعتراف سيدي القاضي، سجله. عيبنا سكوتك إذا سمحت يا أخي. حاضر سيدي. شو ردك على الاتهامات هي يا نصوح؟ سيدي القاضي المهاب، رئيس محكمة إدانة الإرهاب، السادة أعضاء حلف المحكمة، تحية عربية من بلاد المسلمة، لبيت تجاوزا دعوتكم للمحاكمة دون أن يكون لي فيها خصم ولا مخاصمة، لبيتها بدافع من حسن النية وسلامة الطوية وتعاونا مع سير التحقيق وتفهما للمطالب الدولية، وأنا الآن أمامكم وحدي المتهم
وأنتم على تعدادكم الخصم والحكم، فيا لها من مهزلة لا تستندوا إلى أصول. والغريب في المسألة أن القاتل يحاكم المقتول، وسيقرر في المحصلة أنني الفاعل وأنتم المفعول، ولكنني في هذه المرحلة فضلت الحضور والمثول لأرد بنفسي على الأسئلة بدفاع قد يطول. فهل سأنجو من ظل المقصرة؟ وهل سأقفز في المجهول؟ اسمعوني بعد البسملة وبعد الصلاة على الرسول. أسيادي القضاة، يا أصحاب القلوب القسات، يا من تستعذبون شعور الطغاة، أنتم الآن تتهمون العرب بالإرهاب وتنعتوننا بالتيرورزم، وتنظرون إلينا نظرتكم إلى غراب، وتعاملوننا بالبطش والحزم، ولا ألومكم في هذا، فأنتم تعتبرون أنفسكم سادة العالم، تكرهون من حارب وتعشقون من سالم، تقربون من تعطأ وتحقدون على من قاوم، تحتقرون طالب الحق، تحترمون من ساوم، وأنتم في سياستكم أشد غطرسة وغرورا من قيصر وكسرى وفرعون، وإذا ما لمستم في أدائكم قصورا فمن حلفائكم تطلبون العون. استعليتم واستكبرتم، وها قد بلغ السيل الزبا، والله إذا بقيتم على ما أنتم لن تقول لكم دولة بعد الآن مرحبا. أنتم تقفون عكس الريح وتعكسون المسلمات والمنطق، ومعلمكم الأحمق يستبيح كل لسان بالعربية ينطق، وربما لن يستكين ويستريح حتى يحتل بلاد المشرق. وفوق هذا تمارسون سياساتكم بسماجة واستعلاء وتعجرف، فإن قال أحدنا يا رب يا قاضي كل حاجة تتهمونه في دينه بالتطرف، وإن أكثر الدعاء وحسن الديباجة يملأكم التخوف، وإن سبحت ربها دجاجة حرتم معها كيف يكون التصرف؟ فأنتم تخشون ديننا ومبادئنا وسياساتنا، وتحاولون جر الضعيف من ساساتنا، وكل من حلب في إنائكم فهو الشجاع الأبي الحر، وكل من عزف عن مبادئكم صار عندكم محورا للشر. وأتوجه بالحديث لحكامنا وولاة أمرنا فأقول، هل ينام القط الأليف في حضن النمر الشرس؟ وهل يصادق سمك السردين الضعيف سمك القرش المفترس؟ سأكله على التو يا لطيف، فيا أيها العربي احترس. ومن ثم نحن لا نحب استيراد مناهجكم السياسية، هذا مستحيل ومحال، فلا تصدروا لبلادنا خنازيركم البرية على أنها ذبحت بالحلال. أوجعكم في أوطانكم تفجير، وانهار عندكم برجان، فما أسرع ما أقمتم النكير على العرب والإسلام والأفغان، وأعلنتم الحرب على الإرهاب وخصصتم الشرق الأوسط، وأصبحتم في هياج واضطراب كفرس ليس لها مربط، وصارت تصريحاتكم محيرة، زلات لسانكم قذرة، نشرات أخباركم منكرة، تحليلاتكم مفتعلة مدبرة، معلوماتكم مزيفة مزورة، نصفها مسخرة والنصف الآخر زعبرة، فلا دقة في الخبر ولا حياد، تبثون ما يروق لكم وتعرضون على العباد ما يتفق ومصالحكم. ثم إنكم جعلتم من أنفسكم راعي سلام، وتجاهلتم صفات الراعي، وناديتم بالتعايش والوئام بين الحملان والأفاعي، ومفروض بالراعي أن يسعى لعدم التحيز والانحياز، ولكنكم منحازون للأفعى مع درجة امتياز. ولا عجب في الأمر ولا غرابة، فلكم بين ظهرانينا ولاية حكامها عبارة عن عصابة وجدت عندكم الحماية، وفي كل ثانية تعطونها دبابة وسلاحا متفوقا للنكاية، والذي هي ترفض استيعابه ماذا لو رفعتم عنها الوصاية؟ والله يا سيدي
لولا أنتم وراءها لعجناها ودحيناها وخبزناها بالمخبز، ولكننا محبطون إزاءكم وإزاءها، فالعين لا تقاوم المخرز. لهذا وعلى سبيل الاستعاضة نطلب الموت بدل العار، وسلاحنا في الانتفاضة عصي وسكين وأحجار. أما أنتم يا سيدي القاضي الجليل فإرهابكم الاقتصادي ما له مثيل، قارتكم بالثروات مفعمة والكل وراء دولاركم منساق، ومؤسساتكم بالأموال مدخمة وكلها من قطع الأرزاق. استوليتم على النفط والبترول من الشعوب في الصحراء، وشرهتم شره الغول وبرعتم في مصر الدماء، وصاحب النفط كالمذهول لا يملك ردا للقضاء، وإذا قال لكم ولن يقول هذه ثرواتي يا أصدقاء، ربما قذفتموه بالزربول وحجرتم عليه كسفهاء. والشعوب بثرواتها مفجوعة، وأنتم تمتصونها كدراكولا، وتشفطون نفطها كالبلوعة، وتقدمون عوضا عنه الكوكاكولا. تسرقون من العين الكحل ودائما على قولة هات، ولهذا ينطبق عليكم بالفعل الذي استحى قد مات. تريدون لو تصبحون للعالم كله بيت مال، وأن تروا سكان العالم يمشون بالبوابج والأسمال، كي وقتها تتصدقون عليهم ببعض المال، وبعدها تمننون وتفاخرون بأنكم أصلحتم الحال. فهل نحن في الاقتصاد إرهابيون أو العكس يقال؟ سيدي القاضي، سيدي المدعي العام، يا أحفاد الأنكلسام، تسرحون العمال وتستغنون عن العمالة وتدمجون الشركات الكبرى، وتزداد لديكم في كل حال نسبة البطالة والرزالة وهلم جرة، فأنتم أصحاب سياسات التضييق والحصار الاقتصادي على القريب والبعيد والصديق، وحليفكم يشد على الأيادي. أنتم أصحاب التسريح الجماعي والتشويع والفساد المنظم، وفي سبيل مجتمع إباحي تقرون كل فعل محرم. أما إرهابكم الاجتماعي فمعروف ومفضوح، وكل ما نعتبره لا إنساني هو عندكم مسموح. والدليل على هذا الكلام لم يحمل السلاح أولادنا الفوارس، ولا فكروا في العدوان والإجرام وارتكبوا المجازر في المدارس. هذا هو مخزون من العنف مزروع في رؤوس أولاد العم سام، رشاشات ومسدسات من كل صنف، ومثلهم الأعلى جيمس بوند فان دام. ثم إن فضائح رؤسائكم مشهورة، وفضائحهم up to date تنتهي بمونيكا لوينسكي الأمورة وتبتدي بووترغيت. وديمقراطياتكم شوربة، قراراتكم ناقض ومنقوض، تقصفون البلدان الضعيفة بالقنابل وتدمرونها دمارا وتدميرا، ثم ترسلون لها قمح السنابل بحجة أنكم تساعدون شعبها الفقيرة. سيد القاضي، أشكرك على عدم مقاطعتي واعتراضي، وحييت لاستيعابك الافتراضي. نحن العرب لسنا أصحاب ذل ومسكنة، بل أنتم من ابتلي بالغطرسة والفرعنة، وأمثالكم في التاريخ كثيرون عديدون. فأين هو كسرى؟ وأين هولاكو؟ وأين هتلر؟ وأين نيرون؟ تريدون سيادة الكون من قطبي؟ وقديما حلم الثور بحمل الكرة على قرنيه، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، والشجرة مهما علت لا تبلغ السماء، ومصيرها دائما حطب للشوى. لا تقولوا كان هذا قبلنا ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، لا تقولوا قد ينفعنا علمنا وسنسود العالم إلى يوم الدين. قال هذا الكلام طغاة قبلكم واندفسوا في قبورهم ممددين، قالوا على ما أذكر دام فضلكم ما هذا إلا أساطير الأولين.
سيدي القاضي، إن كنتم تتباهون بعلمكم وتحتقرون جهلنا، فإن كنتم عندما سدنا العالم سدناه علما وفكرا، ولا يزال اسمنا منقوشا في ذاكرة العالم. ونحن بكل فخر، ديننا الإسلام، وليس في الإسلام تنكيل وإرهاب. والله من أسمائه الحسنى السلام، وليس للإرهاب بعد اسمه تنظيم وأحزاب. فمهما أسرفتم في مهاجمة ديننا، فننصحكم أن ترتدعوا ولا تسرفوا، لأن كل قوانيننا نستمدها من شرعنا، ورائدنا في ذلك المصحف. فإن أسرفتم في النيل من ديننا، فبالحفاظ على ديننا نسرف. نحن نحترم جميع الأديان، وليس لدينا عليها أي نقمة. هكذا قد علمنا القرآن أن نحترم ما أمكن أهل الذمة. سيدي القاضي، يا صاحب الحلم والصبر والعقل الرياضي، إنني من هنا، من قلب هذه المحكمة، أقول لأثريائنا بالنبرة المتهكمة: تغدقون يا أثرياء أموالكم على المحطات الفضائية، وتفخرون صبح مساء ببرامجها الدعائية التجارية، فهلا أسستم بحق الأنبياء محطات عربية قومية لتعرف شعوب العالم ماهية ديننا وقضيتنا السياسية؟ ولتكن موجهة يا أصدقاء باللغة الإنجليزية، ليفهم من في الأرض ومن في السماء عدالة قضيتنا العربية. محطات الغرب تسابقنا وتعرض كل ما يشوهنا، تبث الذي قد يضايقنا وتحذف كل ما يشرفنا. تظن الشعوب الغربية بأننا راكبو حمير وبغال، وبأن ميولنا إرهابية، وبأننا من يذبح الأطفال. أسسوا من زكاة أموالكم محطات، وأسهموا في نشر المعلومات الصحيحة، وأكثروا من الشرح والتفصيل واللقطات عن العرب وحضارتهم وعن فلسطين الجريحة. فليس لدينا الكثير من القنوات، وإن وجدت فهي بالفائدة شحيحة. سيدي القاتل، عفوا سيدي القاضي، السادة الحلفاء، أي دفاع منطقي سوف يبري ساحتي ثم أنجو من قرار أحمقي؟ إن حكمتم فاشنقوني، أو إذا لم أشنقي حسبي الآن بأني لم أفاخر بالسكوت المطبق. هدوء، هدوء إذا سمحتوا. لبسوا بجامة حمراء وخذوه عقوان تناموا. تركوني بحالي، ما بدي روح على غوانتنامو، ما بدي روح على غوانتنامو. بعده يدق عني نصوح، كل شيء لغوانتنامو، كل شيء لغوانتنامو. نصوح شبك حبيبي، شبك وين انا؟ وين يعني؟ هون بالبيت. يعني ما اخذوني على غوانتنامو؟ نصوح شبنا، مين هدول اللي بدهم ياخذوك؟ ولا رحت على بهاما؟ شبك نصوح حبيبي، شو صاير لك اليوم؟ خي شو الظاهر، كنت شايف لك شي منام مزعج مو هيك؟ قال مزعج، قال منام مرعب تماما. الله يعافينا يا رب، الله يعافينا. ايه قوم حبيبي، قوم قوم، روق لي حالك وانسالي كل هاي المنامات. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا رب. وانت بخير، بس ليش؟ شو المناسبة؟ شبه ما شو نسيت، اليوم عيد ميلادك. شو هالحكي اليوم؟ ايه قوم قوم، شوف هالمفاجأة الحلوة اللي جايبتلك ياها. اخر موضة ولي لهون لاحقتني البيجامة الحمراء. هلأ شو تفسير منامه للي شاف حاله بمعتقل غوانتنامو؟ معناته لا تتفرجوا على الأخبار قبل ما تناموا. هلأ شو بدنا بالحكي اللي ماله نتيجة؟ عطيني من الآخر، بدك تروح ولا لا؟ يا فدوى الله يرضى عليكي، لا تضوجي علي ولا تحاكيني بهالأسلوب هاد. الموضوع مو قصة روح أو جاية، الموضوع إنه وقتي ما بيسمح. طيب بس فهمني، امتى وقتك بيسمح؟ صار لي اكثر من شهر عم بسمع نفس الاسطوانه. ايه طبعا، ولسه بدك تسمعيها كثير. شو يعني عم تتحداني؟ لا يا روحي، شو هالحكي هاد، معقول اتحداكي؟ بس المشكله انك مو مقدره طبيعه عملي وحجم المسؤوليات اللي حاملها انا.
ومين قال لك اني مالي مقدرة؟ يا سيدي انا مقدرة انك مسؤول كبير وشغلك لفوق راسك، وعم تقضي معظم وقتك باستقبال وفود من المطار وتوديعه واجتماعات وجولات ميدانية وقص شرطان حريرية ومقابلات صحفية. هذا الشيء كله بعرفه وحافظته بسم، بس هذا ما بيمنعك انك تخصص ولو جزء صغير من وقتك لعائلتك. معليش حياتي، لاحقين على الالتزامات العائلية، وتأكدي بكرة بس اطلع تقاعد او بس يزحلقوني رح اقعد لك بالبيت ورح نقضيها زيارات لبيت خالتك وعمتك ومرت ابوك. اما هلا اسف حبيبتي، بدك تعذريني، في عندي شغلات ابدا واهم بكتير. ماشي الحال، جاي اليوم على الغداء؟ يعني احتمال. وكيف بدي اعرف انا؟ حبيبتي موبايلك معك وموبايلي معي، يعني بكبسة زر بتعرفي وين احداثياتي وما رح ضيع عنك. هذا موبايلي ولا موبايلك؟ موبايلك، ما حلك تحفظ رنتو؟ ايوه عفوا. الو، اهلين ابو نجوى. الحمد لله ماشي الحال. شو هاد؟ قائمة الترشيحات؟ الله يصلحك، يا ريتك حكيتني قبل ما اطلع من البيت. لا لا، مو من البيت عم بحكي، عم بحكي من السيارة. روح دغري يا اخي، روح دغري، شبك لا توقف على الاشارة. ايه ابو نجوى، لا تاخذني، كنت عم بحكي مع الشوفير، عدم المؤاخذة. المهم عزيزي، حاكيني الساعة 3 بكون رجعت على البيت. لا لا، مو على رقم البيت، على الموبايل بكون احسن. وهو كذلك. الله معك، مع السلامة. فظاع على الشخص شو ملحاح، بلح كتير. تعرف راضي، يمكن أحسن ميزة للموبايل إنه الواحد صار يكذب على راحته وبدون ما حدا يكشفه. صحيح، بس كذبي أنا كذب أبيض، يعني واحد لجوج ولحوح ونقاء وحويصليته ضيقة مثل أبو نجوى بيضطرك إنك تكذبي عليه غصب عنك. يعني بسمع أبو نجوى بتعمل هيك ولا دائما؟ لا لا، شو دائما، بسمع ابو نجوى وامثاله. يلا حبيبتي بدك شيء؟ لا سلامتك. يا ابو عدنان. نعم استاذ. الله يرضى عليك، جهز لي السياره. ايه على عيني براسي. يلا خاطرك. الله معك. بالعكس يا اخي، مو مشكله منوب، بس الله يصلحك، يا ريتك حكيتني قبل ما اروح لعند السيد الوزير. إيه طبعا طبعا، انا هلا صرت بالوزاره وفايت لعند السيد الوزير. السيد الوزير بمكتبه. طيب 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 طيب، شكرا. ايه عزيزي، بحكي معك بس اطلع من عند سيادته. ايه وهو كذلك. الله معك حبيبي، مع السلامه. على الوزاره استاذ؟ لا لا، مين جاب لك سيره الوزاره؟ خدني على مكتبي. حاضر استاذ. ايه يا امل، شو في عندي كمان؟ استاذ عندك اليوم اجتماع لجنه المشتريات، وفي عندك اجتماع. خلص خلص، مو جاي على بالي احضر اجتماعات اليوم. يعني الغي لك مواعيدك اليوم استاذ؟ لا لا لا، تلغي شيء، تصرفي من عندك. ليلن وجعوا راسه، مغصوا بطنه، طلبوا حدا من المسؤولين هيك شيء. ولا يهمك استاذ، بتريد شيء ثاني؟ لحظه. الو نعم. اهلين علاء. تمام ماشي الحال. كيف؟ مين بدك تبعت لي؟ اهلا وسهلا، بس يا ريت حكيتني قبل شوي. لا هلا طلعت من شوي. ايه رايح على القياده. لا تنزل من النفق يا اخي، لا تنزل من النفق، مارك شايف العجقه؟ اوف. ايه علاء، كنت عم بحكي مع الشوفير. شو رايك تبعت لي هالشخص بكره؟ ايه طبعا طبعا، هلا بسجل اسمه. مو هلا، قصدي بكره الصبح بذكر السكرتيره. على كل حال انت اعمل لي رني على الموبايل وذكرني، مو شرط تحكي، اترك لي مست كول وانا بتذكر. اوكي علاء، اهلين، الله معك. العمى بقلبك ما غلظك. اوكي امل، بايش كنا عم نحكي؟ استاذ حضرتك قلت لي انتظري لحظه. ايه تذكرت، انا هلا نازل، اذا طلبني حدا مهم على المكتب اعملي لي مست كول من عندك. حاضر استاذ. تفضلي على شغلك. أنا هالمقترحات كلها مالي موافق عليها، وبصراحة الخطة كلها بدها إعادة صياغة من جديد،
إيه لكان اشتغلوا شوي يا أخي، اشتغلوا شوي حكي هذا. ألو، أهلين فدوى، أهلين. أي والله مشغول عندي اجتماع. طيب عزيزتي حكيني بعد ساعة، يا أما عملي لي مست كول وأنا برجع بحكي معك. الله معك، مع السلامة. يا لطيف يا سهام، لو تعرفي قديش اشتقت لك. ما بصدقك. بزعل منك. شو ما بصدقك؟ لازم تصدقي. بتعرفي اني لغيت 3 اجتماعات مشان اجي اشوفك؟ عن جد؟ اذا بدك اسالي السكرتيره اما. لا لا خلص صدقتك. شو هاد؟ مسجله صغيره. وليش حطيتها هون؟ شو بدك تسجل لي صوتي؟ لا حبيبتي، بس هي الى استعمال تاني. استعمال شو؟ ما فهمت عليك. هي مشان المؤثرات الصوتية. كمان ما فهمت عليك. خلاص لا تفكري فيها، انسيها. ليلي هلا اشتقتي لي؟ بلا اشتقت لك. قديش يعني؟ هلا رد على موبايلك. هي مرتي، هلا وقتها؟ الو؟ نعم. اهلين حبيبتي. اهلين. نعم؟ شو عم تقولي؟ في عندي صوت دوجة؟ ايه طبعا الحق معك، لاني عم بحكي من المطار انا. ايه الو؟ سمعتيني؟ اضطريت اطلع استقبل الوفد الصيني. والله ما بعرف امتى بتصل طيارتهم، بس المفروض تصل بعد نص ساعة. ما بعرف يمكن تتأخر شوي او اوكي حياتي اوكي. بس اطلع من المطار بحكي معك. اورفوار، مع السلامة. يا امي ما اواك، هلا حاطت المسجلة هون مشان صوت المطار؟ لا مو بس مشان صوت المطار، هذا شريط في كل شيء، يعني كل كذبة في إلى فتوى هون بالمسجلة. شو اسمه شريط مؤثرات صوتية لكان؟ لا تكون بتعمل معي هيك لما بحكي معك على الموبايل. لا حياتي، معقولة أعمل معك هيك شيء؟ تصوري. إيه بعمل هالشيء مع كل الناس إلا أنتي. حبيبتي أنتي لسه. أبو نجوى، هلا وقت هو الثاني. أهلين أبو نجوى. كيفك؟ شو أخبارك؟ لا والله مو من المكتب عم بحكي. من المعمل. إيه مريت شوي لأطمن على الإنتاج. يعني بدي شي ساعة ونص حتى أخلص جولتي. لا والله عندي 50 مشكلة بدي حلها. وهو كذلك. بخلص وبحكي معك. يا أما وينك؟ أنت اعمل لي مست كول. أوكي. أوكي عزيزي. الله معك، مع السلامة. بتعرفي يا سهام؟ يمكن أكثر جهاز مزعج اخترعه الإنسان هو الموبايل. لك يخرب بيته، شو سائل وبيضرب على العصا؟ يخرب بيته. إذا كان هيك بده يرن لي على الطالعة والنازلة، بالفعل سائل. العمى شو هاد؟ ما بيهدى لا ليل ولا نهار، واريده تقرضه ان شاء الله. الله وكيلك يا سهام، في ايام بيجي على بالي الحشو بالارض وادعس فوقه واكسره. طيب ريح حالك منه واطفيه وانتهت القصه. علوا يا ريت بقدر اطفيه، ما المصيبه هون، يعني نحن ما عاد فينا نستغني عنه ولا لحظه. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا علاء، ردي انت واعملي حالك السكرتيره امل. شو بدي اقول له؟ قولي له الاستاذ راضي بالاجتماع وترك موبايله معي. الو، مين معي بالله؟ اهلا وسهلا. لا والله انا مو المدام، انا امل السكرتيره. لا والله الاستاذ راضي بالاجتماع وتارك موبايله برا. بتحب الغو شي؟ طيب على عيني، بس يطلع بقول له. الله معك، مع السلامه. شو قال لك علاء؟ قال لي بس تخلص اجتماع اعمل له مسكول. مسكول؟ وامتى رجعتوا من المطار؟ ايه ضلينا شي ساعتين بعد ما حكيتيني، لانه تاخرت الطياره تبع الوفد الياباني كثير. قصدك الصيني؟ ايه صيني. قلت الياباني مو؟ زلت لسان. عم اقول لك هالصينيين مواعيدهم مفشكله مثل العرب فرد شكل. ليش هن شو دخلهم؟
إذا الطيارة تأخرت ما بيكون الحق عليهم، بيكون الحق على الطيارة، إلا إذا كانوا جايين على طيارة صينية. طبعا على طيارة صينية جايين، لكن على طيارة يابانية تصوري. هذا هاشم المالح، خدي ليلو مو هون أنا بالحمام. ألو، أهلين سيد هاشم. لا والله راضي بالحمام، بيعتذر منك كتير. طيب ماشي على عيني. في شي تاني؟ لا أبدا، هذا كل شي. فوت لك باقي البريد استاذ؟ لا لا كفاها الله اليوم، عندي مشوار ضروري. هلأ نازل؟ ايه هلأ. بس عندك اليوم اجتماع مجلس إدارة. مو مشكلة، خليوني أجلوه لبكرة. حاضر استاذ. وإذا حدا سأل عني وين أنا؟ عامل جولة ميدانية. برافو عليك، أحسنتي. بتريد شي تاني استاذ؟ لا يعطيك العافية، انصرفي لشغلك. ألو، مرحبا هيفا. لا مو أول مرة، لا صدفت مرات كثيرة، بس بتعرفي يعني يا لطيف يا هيفا شو اشتقت لك بهالأيام؟ ما بصدق. لا بزعل منك، ها شو ما بتصدقي، لازم تصدقي. طيب شو رأيك إني لغيت 3 اجتماعات بس مشان أجي أشوفك؟ عن جد عم تحكي؟ إذا مو مصدقة اسألي السكرتيرة أمل. لا خلص صدقتك. شو هاي؟ احتياطات لابد منها. ما فهمت. هلا بتفهمي بعد شوي، مو مشكلة هيفا. بس بتعرفي والله إنه اشتقت لك، ما اشتقتي لي أنتِ؟ سيادة المفتش العام هون بالمؤسسة. شو هالحكي؟ يا الله. أهلين أهلين أستاذ. تفضل 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 أستاذ. وين أستاذ راضي؟ الأستاذ راضي طلع جولة ميدانية. معك موبايله؟ طبعا. ليك مكتوب هون على الكرت. شكرا. الو استاذ راضي. ايوه مين معي؟ احترامي يا سيدنا. الحمد لله تمام سيدي. الله يخلينا ياكم يا سيدي وطول عمركم. منين عم تحكي؟ من مكتبي سيدنا، من مكتبي. يعني هلأ انت بمكتبك؟ طبعا سيدنا طبعا. طيب ماشي الحال، انتظرني بمكتبك، انا 10 دقائق وبكون عندك. 10 دقائق؟ بتشرفونا سيدنا، اهلا وسهلا فيكم. خير شو في؟ يا روحي عنا يا احترامي سيدي. اهلا وسهلا شرفتمونا. يا اهلا وسهلا مرحبا. الحقيقه يا سيدي انا كنت تحت فوق مع جنب عامل جوله سيدي. عفوا سيدي شوي. هي استقالتك يا راضي، وقع عليها. استقالتي انا سيدنا؟
وقع عليها إذا بتريد. ليش سيدنا؟ بدر مني شيء لا سمح الله؟ طبعا يا راضي، أنت مؤتمن على مصالح المواطنين وحالف يمين على الصدق والاستقامة، واللي بيكذب كذبة صغيرة مثل هاي ممكن يكذب بكل شيء وما بيستحق منصبه. وقع. حاضر سيدي. يضرب الموبايل شو بزل. شو؟ صحي دائرتنا الجديدة بعيدة شوي، بس موقعها كتير صحي. شامي الهوا هون شو نضيف؟ يا ستي شرحة، فعلا شرحة. إي بلا شرحة بلا مرفع، الله أيام هذيك الدائرة. أوف، ليش بقى؟ بعدين على القليلة هون لا في ريحة مازوت ولا في ريحة دخان. إي صحيح، بس بهديك الدائرة كانت الهريبة من الدوام سهلة، لأنها بنص البلد، أما هون ما في أمل بالهريبة منوب. اهربي، مين ماسكي؟ ما حدا ماسكني، بس إذا هربت بيتسجل علي يوم غياب كامل. لانه اذا بدي افركع على البلد لاقضي لي شي شغله وارجع بنهايه الدوام لحتى اوقع بيكون راح ساعتين ثلاثه مواصلات. هاي معك حق فيها، لانه بالدائره القديمه كنا نقضي نص دوامنا برات الدائره، لا من شاف ولا من دري. تعي تعي، شو بدنا نسوي؟ الو. نعم. اهلين سحر. الحمد لله تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. والله انا قاعده ما عم ساوي شي. ليش قاعدة بلا شغل؟ وشو بدك يعني اشتغل؟ إذا مدير عام ما في. دخلك انتو بشو عم تشتغلوا؟ عم تاكلوا فول؟ وليش ما عزمتوني؟ لسا ما بلشتوا؟ أصبح جاي لعندك فورا. استنوني. ماشي، باي باي. ما قلتولي مين صاحبة الفكرة العظيمة؟ سحر. تستاهلي براءة اختراع عليها. ليش بقى؟ لأني كنت مفكرة رح نحرم أكل الفول والفلافل والتسائل لما رح ننتقل لهون، بس الحمد لله يلي خاب ظني. شو يعني إذا ما كان في حمصاني حوالينا ما بنعرف نتبل الفول لحالنا؟ الفشل أكبر حمصاني قدامك. لسه ما شفتوا شي، بكرة بس تدوقوا من تحدياتي التسقية بالزيت رح تبصموا لي بالعشرة. أنا من هلأ باصمت لك. اللهم عنيون. تفضل أبو عزيز، أمعني أمعني، تفضل معنا. صحة وهنا زباتكم. إيه يا أبي، هاي الشاي وهاي السكر، بقى حلو الكاسات على كيف. يسلموا إيديك، يسلموا إيديك. صبي صبي شاي. كيف تحبوها؟ أنا حلوة. كلكم حلوة؟ شو أستاذ بها؟ شو في عندك أخبار جديدة؟ عن شو؟ يعني جماعة مو ناويين يحطونا مدير جديد ولا مستكثرين علينا؟ طبعا بدون يحطوا مدير، لك عن شو؟ هيك بخلونا بلا مدير، معقولة؟ طيب انت؟ دخلك وانت ليش كتير محرقص ومستعجل؟ يعني اذا ضلينا هيك مو احسننا؟ شباب شباب، خبر عاجل. خير ابو عزيز، بشر. طلع قرار تعيين المدير العام. شو الحكي؟ من ولا؟ لا تسألوا من وقال لك، أخباره موثوقة ومسندة. طبعاً، ليش في شي مرة جبت لكم خبر وما طلع صح؟ هو للحقيقة والتاريخ ما صار هالشي بالمرة. هلأ المهم مين مدير العام الجديد؟ نجيب أبو عجيب. نجيب أبو عجيب؟ ايه ولا الخبر مزبوط؟ لا بس وصلت البرقية من ساعتين. صدقيني ما بعرف يا سحر، بس عم بيقولوا انه كان مستشار بهيئة التخطيط، بعدين جمدوه سنتين وهلأ عينوه هون. ما بعرف، هيك عم يقولوا. مزبوط. عم يقولوا عنه عقدة تمام وقابضها كتير جد، وانه ما بيضحك الا كل سنة مرة.
شافي بالله حظنا شو معتر يا سحر. يلا ستي شو بدنا نعمل؟ الله يعيننا على هيك ورطة. طبعا انا اللي بدي اكلها اكثر شيء لاني سكرتيرته. على كل حال وينك؟ اذا ما عجبني الوضع رح دبر نقلتي من هون فورا. طبعا لكن شو بدي اقعدني؟ ولا يهمك سحر، شو بيوصلني اخبار بخبرك اول باول. ماشي الله معك. نجيب ابو عجيب، اذا كان اسمه مفشكل هيك هو شلون بده يكون؟ مصيبة يا جماعة، فعلا مصيبة. لا حول ولا قوة الا بالله على العلقة اللي راح نعلقها. قال بالدوام بالوزارة كانوا يعيروا ساعاتهم على وقت دوامه. صحيح هيك سمعت، بس في مرة قالوا تأخر عن الدوام ساعة. يا سيدي أكيد كان عنده ظرف طارئ لحتى تأخر الساعة. لك لا ظرف ولا شيء، بس لأنه يومي تقدموا الدوام ساعة وحضرت جنابه نسي يقدم الساعة لذلك تأخر عن الدوام. مزبوط الحكي مزبوط، على هوا ما سمعت قال إجته حالة اكتئاب حادة جدا وضلت معه مدة طويلة من وراء هالقصة. يا حبيبي نقشت معنا. وقال مرة السائق تبعه سهي وقطع إشارة المرور على الضوء البرداني. احزروا شو عمل فيه. ايه شو عمل معه؟ فورا نقلوا على الجزيرة وقال له يلي بيخالف إشارة المرور مو بعيدة يخالف بأشياء تانية، مو بس هيك احزروا شو سوا فيه. وشو عمل له كمان؟ أحاله على لجنة طبية لحتى يدرسوا حالته النفسية والعصبية لحتى يشوف إذا كان في عنده حالات عدوانية ولا لا. منيح اللي ما عمله مجنون لهالمعتر. لا إذا هيك فعلا يا جماعة وقعنا وما حدا سمع علينا. الله يعيننا على هالبلوة ويحمل معنا بجاه الحبيب المصطفى. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال يا شباب بسيطة، شدوا حيلكم ولا تقنطوا من رحمة الله، فلا بد له من أن يجعل لنا مخرجا. آمين يا رب العالمين. آمين. أمين السيارة هاي؟ الله مبارك. أحكي للمدير العام، معقول يكون مداوم؟ ولي؟ وقفوا محلكم، لا حدا يتحرك. قديش الساعة معكم؟ الساعة قديش؟ 9:10 أستاذ. لا يا حبيباتي لا، ما حزرتوا منوب. الساعة هلأ 9:55 والدوام كما هو معروف بيبدأ الساعة 8:30، يعني بالمختصر حضراتكم متأخرين 25 دقيقة. صدق يا أستاذ هذا مو ذنبنا، يعني الباص هو اللي تأخر. أنا ما بحب اسمع هيك مبررات أبدا. يلا رجعوا على بيوتكم عوفة اليوم، وبكرة الساعة 8:30 بتكونوا مزروعين زرع هون قدام الباب. وين 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 يا أنسات؟ وين يا شباب؟ عن باص أستاذ. لا حبيبتي لا، ما حزرتوا منوب، أنتوا اليوم مسجلين غياب، يعني المؤسسة مو مسؤولة إنه توصلكم لبيوتكم. الباص بيرجع للمرآب وأنتوا بتدبروا راسكم. هذا اللي عندي عال والله، موصفين آخر زمان الحما. هذا اللي كان ناقص. شو لنا يا والله الحما؟ صباح الخير. أهلين صباح الخير. وين سجل الواردات؟ سجل لي الواردات انت الثاني دخيلك. شو فايقه ورايقه، يمكن هنيك بالخزانه ما بعرف. بتعرفي رح اموت، انا رح اموت من نعاسي. وانا اضرب منك. لك هاي اول مره من سنتين بفيق مثل هالوقت. فعلا مشيت لي، يعني اذا بدنا نبدا دوامنا الساعه 8:15 معناتها لازم نطلع من بيوتنا الساعه 7:30. معناتها الشيء لازم نفيق الساعه 7 او ابكر شوي. يعطيكم العافيه. خلصتوا الفنجيه؟ ايه ابو عزيز خلصنا، بس دخيل عينك اعملي فنجان قهوه ساده تاني، بس تقلي بني شوي بركي بصحصح راسي. على عيني انا سحر، تكرم عيني. تسلمي. ما بقى تلحقي تشربي قهوه، نسياني انت انه عنا اجتماع بعد ربع ساعه. ايه والله معك حق، راح عن بالي. يا حبيبي اذا هيك حنقضيها اجتماعات معناها نقشت معنا. شو امرتي هلا؟ جيب قهوه ولا ما جي؟ لا لا تجيب شيء ابو عزيز، يسلموا ايديك. وانتي قومي هلا غسلي وشك قبل الاجتماع، بلا ما تنامي جوع وتعملي لنا مشكله. قومي. ايه والله معك حق، قايمه ما في غير هيك. اسمعوني شوي اذا بتريدوا. انتوا طبعا
أكيد سمعتوا عني قبل ما أوصل، وأكيد كونتوا فكرة كافية عن أسلوبي بالشغل. أنا مبدأي الوحيد في العمل هو احترام القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح، وأنا لن أتهاون أبداً مع كل موظف يستهتر بهذه التعليمات، وسأضرب بيد من حديد لاجتثاث الفوضى والتسيب والاستهتار والتطليش والتراخي في العمل. فلما كان بيننا للمستهترين أو المتقاعسين أو الفوضويين، لذلك أنا بنصح كل موظف بيشوف حاله غير قادر على التماشي مع المرحلة القادمة أنه يقدم استقالته من هلأ، يقدمها يا أخي، والله معه قلبي داعينه. بتشتغل؟ عيني عليك معك قلبي. ما بتشتغل؟ فأنا ما بدي ترهل زيادة. أنا ما رح أحكي كتير لأني مو من الناس اللي بيحكوا وبيطلقوا شعارات. نحن جايين لهون حتى نشتغل ونحترم هذا الوطن المعطاء. وأخيراً بحب ألفت نظركم أنه في جملة من الإجراءات والتعليمات الجديدة والتي سأصدرها تباعاً لإعادة هيكلة العمل في هذه المؤسسة، وكل ما أرجوه أن تتقيدوا حرفياً بهذه التعليمات، وسترون بأم أعينكم كيف سأكون أنا القدوة الأولى في الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات. ودمتم ودمنا لهذا الوطن، ودام الوطن لنا قلعة منيعة في وجه المغرضين والأعداء. والسلام ختام. تفضلوا هلا على شغلكم إذا بتريدوا. تفضل. يعطيكم العافية. وقعونا هون إذا سمحتوا. شو هذا؟ تعهد خطي بالالتزام بكل التعليمات الجديدة، وعم ندور على كل الموظفين حتى يوقعوا. حلو كثير، ظريفة هالنفة طالعة معكم. طيب إذا وقعنا وما التزمنا شو بيصير علينا؟ علمي علمك، وقع أخي. هات لوقع. راح اسمي وقعت لنا. تفضل أستاذ. حاضر. وقعوا إذا بتريد. تكرم، وهي عادي المستوى. يا شامي. أهلا وسهلا. وقع أستاذي. جنب اسمك الله يخليك. ها تخرب بيت. تكرم عيونك ابو عزيز. شرف. الله يرضى عليكم. يسلم اليدين. سلام. الله يسلمك. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. على علمك انسه نجوى، يا ترى في عنا بالدائره موظف شاطر بالتخطيط؟ على حد علمي ما في شيء. مديريه تخطيط اضرب واطرح وما فيها ولا موظف بيعرف يخطط. اصبع وين هيك؟ مور استاذ. اكتبي لي كتاب للوزاره مشان يفرزوا لنا خطاط للمؤسسه وجيبي لي اياه حتى وقعوا. حاضر استاذ. شكرا. وما عرفتي شو بده الخطاط؟ قال مشان يخطط لوحات للتعليمات الجديده. ايه دخيله، ومحرزه مشان كم لوحه يا عينه خطاط. لك شو بيعرفني؟ عم تساليني الي. بأنو خط بتعرف تخطط انت؟ كل الخطوط استاذ، الرقعي، الفارسي، نسخي، الثلث، الفني. طيب طيب، انا راح افضي لك غرفه مخصوص تحت الدرج حتى تداوم فيها. حاضر استاذ، انت بتامر. بنزل هلا على مستودع استلم كرتون واقلام تخطيط وقرطاسيه وباشر عملك. امسك لك. بتخطط لي كل عباره من هدول على 3 4 لوحات، وبعد ما يخلصوا بتسلمه لابو عزيز. حاضر استاذ. الله معك. شو يعني؟ ما عاد في حفلات فول تسقيه؟ والله باين تحت نقضيه على الساندويش. يا حبيبي حتى ساندويش ما عاد فيه. شو يا جديدة هاي؟ هل ممنوع الزيارات؟ تفضل معي هلا. يا حبيبي. خافوا والله. خافوا. حبيبي والله اللي بيرى اللوحات برا بيفكر انه الشغل عنا مقتل بعضه. استاذ بهاء شرف بلا مطرود على مكتبك. اخس شو استاذ عادل عم تقلعني يعني؟
محشوم استاذ بهاء، بس انت بتعرف بالتعليمات ممنوع الزيارات الخاصه اثناء الدوام. حق بالخرج، كله حبر على ورق. عم حل هالكلمات المتقاطعه. شوف يا ماما، يا ماما يم بمعنى البحر. اهلين. اهلين استاذ. انت وين مكتبك؟ انا بالارشيف سيدي. شو عم تساوي هون؟ ما شفت التعليمات؟ بلا لا مو دوس التعليمات سيدي، انا هون عم مو زياره يعني جاي. لك هلا شو كنت جاي؟ عم بستعير السخان تبع. ولشو سخان؟ السخان لانه فيشنا محروق تبع الشاي، بدي احط ساوي. بالفعل عذر اقبح من ذنب. ابو عزيز. نعم استاذ. روح لعند الخطاط وقول له يخطط 10 لوحات مكتوب عليهم ممنوع استعمال السخان تحت طائلة المسؤولية. أوام. حاضر أستاذ. هوا. وأنت تفضل روح على مكتبك وأوعك تخليني أشوفك برات مكتبك مرة تانية. يلا تفضل. حاضر أستاذ. وأنت تاني؟ نعم سيدي. وين موظفينا؟ حاسس حالي كأنه قاعد بمدرسة ابتدائية. يا الله شوي كمان شوفت عينك بابا. يا حبيبي. ايه ابي شو لا حالة على الدعسة يا المدير. قال ممنوع فصفصة البزر. انا بدي اجيب ترموس معي. شوف شوف شو كتب. قال ممنوع فصفصة البزر داخل الباص. مو ناقص غير بقى نقعد مثل الصنم وما نتحرك. اسمعي وسطحي. رايحين على مدرسة لأنه سحور؟ ها؟ قلتك بنقدر ناكل إقدامة؟ أكيد إيه لأنه ما إلها إشي. شي؟ ليش وين الحديقة؟ هيك انا لك شايف الحديقه يا رجل. لك قصدي وين الزهر والورد اللي ممنوع نقطفه؟ ما بعرف، يمكن المدير العام ناوي يزرعها ازهار وورود فيما بعد. شيء منطقه حكوميه ممنوع الاقتران. شيء شلون فدنا نحن؟ والله ما بعرف. وينك يا ابني؟ اليوم شفت في ازدحام شديد على باب الدبليو سي. بقى شو القصة؟ ما بتعرف شو القصة؟ طيب بسيطة، اكتب لي ارمة صغيرة ممنوع الدخول لمن ليس له عمل وعلقوها على باب الدبليو سي. ممنوع استعمال المصعد لأكثر من شخصين، معناته أنا بدي أطلع مشي. حلوة، تعال هي، ممنوع الشخبر على الحيطان. مجانين نحن، الحيطان دفاتر المجانين. شو أبو مايا؟ عندك شغل كتير؟ لك اتركيه بهمه والله يعينه، مالك شايفتي مشغول؟ لك عم يسألوك رد عليهم أبو مايا؟ جاوب لها شو عم تساوي؟ شو؟ امشي امشي.
حبيبي. اها وهلا منين نفوت؟ ما بعرف شو نفوت من الشباك يعني؟ ليش فكرك يعني مسموح الدخول من الشباك؟ اصبح ما في حل الا نفوت من الباب الوراني، الحقوني لالكم. يا حبيبي. الحقيقة ومنذ أن توليت إدارة هذه الشركة قمت بإجراء إعادة الهيكلة لكافة قوانين الشركة بحيث تستطيع أن تتماشى مع روح العصر، وانطلاقا من هذا المبدأ قمت بإصدار حوالي 40 قانونا جديدا و70 أمرا إداريا و90 تعميما و30 بلاغا. واللافت في الأمر أن جميع الموظفين والموظفات يتقيدون بتنفيذ هذه التعليمات الجديدة تنفيذا حرفيا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تنامي روح النظام والشعور بالمسؤولية والحس الوطني العميق لدى جميع العاملين في هذه المؤسسة. مرحبا استاذ عادل. مرحبا مرحبا. اهلين بالشباب. شفت لنا الاستاذ نجيب؟ الاستاذ نجيب ليش هو ضايع لا سمح الله؟ والله ما بنعرف، مدري وين راح. هلا فهموني وحده وحده، شو قصه الاستاذ نجيب؟ يا سيدي القصه وما فيها انه صار لنا 3 ساعات عم ندور على الاستاذ نجيب وما كنا نلاقيه. الاستاذ نجيب ليكون طلع برات المؤسسه. ما حدا شافه طلع برات المؤسسه، بعدين سيارته على الباب. شو يعني؟ يعني الاستاذ نجيب لساته هون في المؤسسه بس ما عم نلاقيه. شرفونا ندور عليه. يلا تفضل. وين بده يكون يعني؟ ما له بالعاده يختفي. لك يا جماعه كانه فص من حداه، مو مبين له اثر. هاتوا البشاره شباب، هاتوا البشاره، لقينا الاستاذ نجيب. وين؟ الان بالمستودع تحتاني. شلون على الان يعني؟ هلا بلكت الحكي، الحقوني لن طالع. يلا يلا يلا. أستاذ نجيب وين حضرتك؟ ما كان شغل بالنا عليك الحقيقة. أستاذ نجيب. إيه بسيطة بسيطة، لا تاكلوا هم. بيلزمك شي مساعدة أستاذ؟ إيه طبعا يلزمني، يلزمني مساعدة، بدي أطلع من هون حاسس حالي محاصر يا جماعة. طيب أستاذ يعني ليش ما بتطلع من الباب اللي فتت منه؟ بس أنا فتت من الباب الوراني. إيه طيب اطلع من الباب الوراني. قولك يا بني آدم ما بتعرف إنه ممنوع الخروج من الباب الخلفي؟ ليك الارمن، ليك هنا، ليك الارمن قدامك. معلش استاذ مشيها هالمرة. اعوذ بالله، ما شو مشيها ولك؟ شو مشيها؟ قسما بالله ما مشيها ولا بشكل. شو بدك انت؟ ومستعد اقضي بقية عمري هون بالمستودع وانا خالف قانون انا حطيته؟ يعني اذا ما كنت انا قدوة لكم وتقيدت بتنفيذ القوانين، مين بده يكون القدوة؟ مين ولا؟ فهموني لشوف. معك حق يا استاذ، الموقف صعب كتير. طيب اطلع من الباب الرئيسي استاذ. لا شو اطلع من الباب الرئيسي؟ ما انا شايف اللوحة قدامي؟ تصليها منيح. طب تصليها، ممنوع استعمال هذا الباب. طيب استاذ اطلع من الشباك ونحن بنسناولك من هون. قولك يا اخي انا ما بدي حدا يسناولني، ماني اصير حربي انا، واذا بدي اطلع من الشباك بطلع. بس ما بتعرف حضرتك انه ممنوع فتح النافذة؟ فعلا مشكلة. شو الحل استاذ؟ معقول ضل هيك عصيان جوا؟ ما بعرف، احترتوا الله حيرني، لاقولي حل يا جماعة. أنا حاسس حالي محاصر تماما، بقت خلائي. عفوا أستاذ اجتني فكرة، تسمح لي أولى؟ شو هي؟ يا أستاذ مو حضرتك المخول الوحيد بهالمؤسسة يلي بسن القوانين والتعليمات؟ بلا حضرتي، شو المعنى؟ يا أستاذ ما في غير تسنوا قانون جديد تسمحوا فيه لسيادتكم تطلعوا من هذا الباب. برافو عليك يا بهاء، برافو. ذكرني اصرف لك مكافأة لأنه ما في قدامي غير هيك حتى فك حصاري. ابعتولي ورا الخطاب بسرعة. أوام ليكني هون أستاذ، جاهز مثل العادي. أصبح وينك؟ إيه؟ اكتب لي لوحة مسموح العبور من باب المستودع على المدير العام فقط ولمرة واحدة فقط. 5 دقايق وبتكون جاهز يا سيدي.
اشبول خطك شمل، لا تتعنى كتير، دايت حلاقي كتير. حاضر سيدنا. هلا وهيك منكون ما خلفنا التعليمات ابدا يا جماعه. شو يا جماعه، ما بدنا نروح عند المدير العام لحتى نهنيه بالسلامه؟ لكن بلا رايحين، بس ناطرين لحتى يجي الورد، مو حلو نروح ايدينا فاضي. ليش بعتي تجيبي ورد؟ ايه بعتت ربيع يشتري الورد، على فكره رح يجي عليه اسمنا كلياتنا. اصبح بندفع لك بعدين شو بيطلع علينا. لك خلاص مو يلا يا جماعه، وكل ورد جاهز. شرفي يلا تفضل. شو ممنوع احضار الورد؟ بيبي ابو الخلف، انا من زمان حابب اسالك سؤال، بس بتمنى تجاوبني عليه بصراحه الاخ والصديق، مو جواب دبلوماسي. ليش لهالدرجه سؤالك حساس؟ مو مساله حساس، المساله ملاحظ انا انه انت زودتها كثير. ها اوف، وبشو زودتها بقى؟ يلي بقصده انت لايمتى بدك تضل مضرب عن الزواج؟ يعني لا تاخذني بهالكلمه، انت كبرت كثير بالعمر، يعني ختيرت، وانا خايف عليك تكسد وما تلاقي بنت الحلال اللي ترضى فيك وتقعد بالبيت مثل العانس البايره. يا سيدي بالناقص، يعني فكرك كثير منتف خدودي على هالشغله. بعدين انت ليش حامل همي كل هالقد؟ ولك يا خليل انا عم بحكي من شان مصلحتك، من شان تتجوز وتنضب. انضب؟ شو شايفني فلتان بالشوارع؟ مو هذا القصد، بس الزواج له منافع كثيره. هلا ما بدي افهم ليش بدك تورطني؟ يعني ضروري اذا تورطت انت اتورط مثلك؟ اصلا لا غرابه في الموضوع، هيك طبعكم انتم عشر متجوزين، بتغاروا من العزابيه وحريتهم الزايده وحياتهم الهنيه. اما انتم يا حرام، اذا بدكم تطلعوا مشوار مع رفيقكم بتوقفوا مثل التلميذ المهذب قدام نسوانكم. روحي بتسمحي لي روح مشوار مع رفيقي؟ ما بطول والله، ما بطول، بكره فنجان القهوه وبنحكي كلمتين وبجي ركيد على البيت. بتقوم هي بتنفلت مثل الاباوي، لا حبيبي لا، ما في لا روحه ولا جايه، ما احلاك والله قاعد عم تتكركر مع رفيقك وتاركني وحدي بين اربع حيطان، عود ما في طلعه، سعرك بسعري. هلا هيك النسوان بتعمل مع رجاله؟ طبعا، ليش رفيقنا ماجد مو هيك مرته بتعمل معه؟ ايه بجوز، بس مو معناتها هالشيء انه كل النسوان هيك. رح اعطيك مثل، انا مرتي. ولك حبيبي هلا انت شو بدك مني؟ فهمني، قل لي بالمختصر حتى جاوبك. انا بدي منك تتجوز وتستقر وتبني اسره. يعني كانك عم تقول لي بدي منك تتخوزق وتتشنطط وتتاسف على الساعه اللي فتت فيها على القفص. سامع؟ على القفص، الناس سموا الجواز قفص. اي صحيح، بس اسمه قفص ذهبي. ان شاء الله يكون ذهبي ولا الماسي ولا بلاتيني، اسمه قفص. يعني شو بتفرق مع السجين اذا كانت الكلبشات بايديه ورجليه مصنوعه من الفضه ولا من النحاس ولا من الحديد؟ او شو بتفرق مع المتهم اذا المخابرات عم ترفع فلقه باجود انواع الخيزرانات؟ لك هلا انت ليش عم تشعب الموضوع؟ خلينا بقصه الزواج ولا تتهرب من المسؤوليه، خليك رجال. ولو يا ناصح، انا سيد رجال، بس ما بعرف، بالاضافه لكل ما ذكرت ما في شيء عم يعبي مخي، منوب منوب منوب. هلا كل هالبنات يلي حولنا وحوالينا ما في ولا وحده عبت مخك؟ ايش بدي اسوي؟ هذا هو الواقع. طيب ممكن تقلي شو هالمواصفات الاستثنائيه يلي طالبها ببنت الحلال وما عم بتلاقيها؟ ما في لا مواصفات استثنائيه ولا شيء، بس التيب يلي عم دور عليه ما عم لاقيه هون، ما عم بجتمع فيه ولا بشكل. كيف يعني؟ لك يا حبيبي، مثل ما بتعرف انت، انا درست ببلاد برا باوروبا وقضيت هنيك أكثر من 10 سنين، وما بخفيك إنه أفكاري تطورت وصارت غربية، يعني تعودت على الحرية، على الصراحة، على الانفتاح، على التفكير العلمي، على السلوك المنطقي. وللأسف كل البنات والنسوان يلي عم نشوفها هون عبارة عن بؤر من التخلف وكتل متحركة من الجهل والسذاجة والسطحية. أي لا، مو لهالدرجة أنت التاني، هلأ كل بنات البلد هيك؟ مو الكل، أكيد مو الكل، انا عم بحكي عن النماذج اللي شفتها وتعاملت معها. اما البنات الاجنبيه لك تسلم لعينهم تسلم، اكره عليهم الكذب واللوفكه وروح قلبهم الصراحه والاستقامه والحريه والامانه،
ولك صادقين صادقين حتى لو الصدق بده يوقعهم بورطات بيصدقوا. طالما افكارك متطرفه لهالدرجه ليش ما تجوزت وحده اجنبيه؟ ايه انا بعرف اصلا هي اكبر غلطه ارتكبتها بحياتي. ايه الله يرحم ايامك يا باولا ويوجه لك الخير يا حبيبتي. مين هاي باولا؟ بنت تعرفت عليها هنيك. بس شو بنت يا ناصح بتاخذ ضمانات العقل. لك مكملة مكملة من جميعه. الله وكيلك حبينا بعضنا أكثر من 3 سنين ونحن مثل السمنة على العسل. ولما جينا نتجوز أهلي هون طار صوابهم وعندوا وما كانوا يقبلوا الفكرة ولا بشكل. وأبي الله يرحم ترابه أفعت معه فرتق فيعه وقال لي قسما بالله يا خليل إذا بتجيب معك وحدة فرنجية لا أنت ابني ولا أنا بعرفك. قلت له بابا بس باولا بتختلف عن قال لي بلا باولا بلا ضراب السخن وسبب. اي والله سبها لباولا قال لي ضربة تمسع رقبتها مصر. طيب يعني اذا ما زبطت زواجتك من باولا ضروري تضرب عن الزواج الى الابد؟ انا مالي مضرب عن الزواج بس لاقي لي وحده مثل باولا لحتى اتجوزها فورا. يا سيدي موجوده. شو هالحكي عن جد عم تحكي يا ناصح؟ وحياتك عن جد. ومين وهي بقى؟ كونداليزا. ومين وهي كونداليزا؟ ليكون كونداليزا رايس. لك مين جاب سيرة كونداليزا رايس؟ أنا عم بحكي عن كونداليزا اللي بتشتغل مستشارة عنا بالدائرة الفنية. إيه صحيح لمحتها مرتين ثلاثة بس ما في معرفة بيني وبينها. يا سيدي هي حفر وتنزيل إلك لأنه أولا أجنبية وأمريكية يعني ستايل غربي 100% وصار لها 5 سنين بالبلد يعني تعودت على مجتمعنا وتأقلمت معه وما بتصور إطلاقا تعذبك بشي. والله الفكرة معقولة يا ناصح. لك شلون ما خطرت على بالي؟ لا وغير هي البنت ما بها شيها يعني حلوة على هوا ما لاحظت وبتصور والله أعلم إنه هالنماذج هي تشتغل معي تشتغل. بس يا ترى هي تقبل فيني يا ترى؟ وليش لحتى ما تقبل؟ أنت تروك الشغلة علي وما علي. أصلا هي حابة تتجوز واحد منهم. كونداليزا هيك قالت لك؟ إيه نعم. طيب شو السبب؟ ليش بدها تتجوز واحد شرقي؟ لك أخي هاي بنت مثقفة وعقلها كبير كتير والأجانب تفكيرهم غير تفكيرنا. هيك يمكن بدها تتجوز واحد شرقي؟ لأنه نحن فجعانين نسوان مو هيك؟ لك لا بس هي بدها تتجوز واحد شرقي من شان التقاء الشرق مع الغرب وتدعيم حوار الحضارات. شايف شايف؟ شايف على هالأفكار العظيمة يا ناصح؟ ولك أجنبية هي حبيبي أجنبية مو شرقية. هات إيدك والحقني. هي العقلية اللي عم دور عليها أنا وما كنت لاقيها. هي بقى إيدي بزنارك يا ناصح إيدي على راسك. شفت لي شي وحدة من بلدنا بتحكي بحوار الحضارات أو بتنادي بالعولمة؟ بالعكس كلهم أخذين الشغلة هيلمة. لك هو في كتير بس أنت ما عم تشوف. It is not very difficult to learn perfect Arabic. Yes. One must have confidence and not be afraid. شفت يا استاذ؟ شو في عندك شيء بارد؟ في عنا عصير فريش بردقان ليمون تفاح. شو هجوان؟ بدي سوفت درينك فاخر. مثل شو استاذ؟ يعني ما عندكم جامايكا، بلادي ميري، تيكيلا، زنجارا، جنفيز؟ موجود استاذ كله موجود. بس بدون كحول ها؟ حاضر استاذ. أصبح جبلنا 2 جامايكا لو سمحت. على عيني استاذ. تمرش تاني؟ لا 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 سلامتك. بقى شو كنا عم نقول؟ أيوة الحقيقة أنا يا ميس كونداليزا من الناس المؤمنين بضرورة لقاء وتلاقي الحضارات meeting together ومن أشد الدعاة للحوار بين الشرق والغرب dialogue between east and west. ريلي خليل؟ Of course. ومو بس هيك أنا عندي نظرية متكاملة Integrated Theory حول الردم الهوي بين دول الشمال المتحضر Developed
Northern Nations وبين دول الجنوب المتخلف Undeveloped Rudimentary Southern Nations. أو مستر خليل، أفكارك very important. الله يخليكي. هو بصراحة راح تكوني very surprised لما بتتعرفي علي أكثر. I'm sure. عندي إحساس بهالشي وما بعرف ليش. أول ما شفتك حسيت إنك very different عن كل البيبول يلي عرفتهم. كونداليزا، I have the same feeling. You are the person who I need. Believe me. كونداليزا، I would like. I desire. I wish. I hope. كونداليزا تتجوزيني؟ طمني، شو كان جوابها؟ قال بدها فرصة حتى تفكر بالموضوع. يعني إمتى ممكن ترد لك جواب؟ يعني شغلت كم يوم مو أكتر. يعني ممكن توافق ولا لا؟ لك طبعاً أكيد رح توافق والوضع شبه منتهي. طالما الموضوع منتهي ليش أخذت فرصة لكان؟ ولك أخي في أمور بتشترك فيها كل نساء العالم بالشرق والغرب والشمال والجنوب، حركات نسوان يعني. إذا كان هيك معلش. شو كونداليزا؟ طمنيني، فكرتي بالموضوع؟ Of course. وشو النتيجة؟ It's okay. Okay؟ يا سلام عليك يا كونداليزا، هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي. قومي لقلك، قومي. لوين؟ بدنا نشتري المحابس. محابس؟ شو هاي المحابس؟ قصدي خواتم الخطبة. Now؟ إيه now؟ هاي الشغلة بالذات مو لازم تتأجل أبداً كونداليزا. يلا يلا قومي لقلك قومي، لأنه في عنا مثل عربي بيقول دق الحديد وهو حامي. ما فهمتي؟ ما هيك يعني؟ شو بدي لك الإنجليزي؟ Strike the iron while it's hot. أوكي as you like. قومي لقلك قومي. معقولة ما رح تعملوا عرس؟ شو عرس ومرس انت التاني؟ انا وكونداليزا ما منآمن بهالطقوس ابدا. يعني باختصار رح نعمل بارتي صغير للاصدقاء وخلصت القصة. يا سيدي الله يوفق، بس امتى العرس؟ عفوا امتى البارتي؟ على الاغلب يوم الخميس الجاي. على كل حال منبلغك قبل بوقت. ورح يجي معازيم من طرف العروس؟ لك فصاعة، شو تفكيرك متخلف ومعد؟ ولك حبيبي بالغرب ما بيدققوا على هيك شغلات أجنبية. هاي أجنبية بقى، شو ما داعي من طرفنا وما داعي من طرفه؟ شو وين عايش انت؟ طول بالك علي. كمان في نقوط ولا ما في؟ والله يلي بيحب يجيب كادو صغير ما رح نقول له لا. الشغلة مبادرة فردية بحتي. بدك الصراحة أبو الخير، انت غربي بشغلات وشرقي بشغلات، يعني على هوا السوق بتسوق. ومنين استنتجت هالاستنتاج؟ أخي انت بالذات ما بدنا منك هدية، مسامح بس وينا؟ مولا سواد عيونك عم قلك هالحكي؟ من شان شو لك؟ بس لأنك عرفتني على كونداليزا. صباح الخير كونداليزا. صباح النور. انت فقتي؟ أنا فقت بكير مشان أعمل آيوبي. ايه شو عليه؟ مو غلط. شو وين قهوتي؟ ليش بدك قهوة؟ طبعاً بدي، شو ناقصني حتى ما أشرب قهوة حبيبتي؟ أصبح روح جيب فنجان وصب لحالك قبل ما تبرد دولي. أنا بدي جيب فنجان؟ يس، واي نوت؟ أيوة، الحق معك، واي نوت؟ Oh no, impossible! I can't believe. لك شو بكي كونداليزا؟ شو صار لي؟ أنت بتعرف شو عملت يا مجنون؟ شو عملت يعني؟ قطعت الإشارة وهي حمراء. بس هاي مخالفة. لا تخافي، ما كان في بوليس واقف. بعدين الطريق فاضي. صحيح ما في بوليس، بس لازم يكون في ضمير. ببلادنا نحنا ما في هالشيء أبداً. الضمير فوق كل شيء. شو قصدك؟ يعني أنا ما عندي ضمير؟ خليل، أنت عملت جريمة بحق النظام والمجتمع. أنا عملت جريمة؟ خليل،
انت لازم تسلم نفسك فورا. سلم نفسي؟ لمين بقى؟ للشرطة، للبوليس. ليش شو عملت حتى سلم نفسي للبوليس؟ قتلت قتيل لا سمح الله؟ ليش بس الجريمة بالقتل؟ مخالفة النظام تعتبر جريمة بحق القانون شو ما كانت هي المخالفة. وتصرفك هاد بدل على انك بيرسون متخلف ومستهتر وهمشي. ببلادنا نحنا ما في هالشي ابدا. لا خلص بقى كوندريزا، حاجة بقى فرطية. شو هي فرطية كمان؟ يعني طنشي. شو يعني طنشي؟ يعني سكري على هالموضوع، وما في داعي نعمل صرعة مشان إشارة قطعناها. شوف خليل، يا أما بتسلم نفسك وبتقترف فورا، يا أما ما رح تشوف شي مرة تانية. شي أما هاي سمعة، معقول؟ جد أنت عم تحكي كوندليزا؟ وقف وقف، نزلني هون لو سمحت. هون بدك تنزلي؟ ايه هون، عم لك وقف أحسن ما أفتح الباب وانزل دغري هون. خلاص خلاص ولا يهمك. وهي وقفت يا ستي. ها شوف خليل، إذا ما رحت وسلمت نفسك للبوليس فورا لا ترجع على البيت. شو أمرت أخي؟ جاي أسلم حالي. تسلم حالك؟ ليش أنت عامل شي جريمة؟ لا أبدا. إلك اسم عنا؟ لا ما في شي من هان. جاي لعنا مشان تعترف بشي؟ إيه نعم. أعطيني هويتك لو سمحت. تفضل سيدي، هاي الهوية. إيه قل لي يا خليل، أنت شو عامل؟ الحقيقة يا سيدي أنا ارتكبت جريمة كبيرة بحق النظام والمجتمع. يا ساتر يا رب، احكي بسرعة يا أخ الله يرضى عليك، شو عامل أنت؟ بصراحة خالفت الإشارة. نعم خالفت الإشارة؟ كانت الإشارة حمراء وكنت واقف بسيارتي، وفجأة وما بعرف شلون استيقظت عندي نوازع الشر، وقررت ارمي بكل الأنظمة والقوانين ورا ظهري، ومشيت بالسيارة والإشارة لساتها حمراء. لك شو جاي عم تسلبها علينا أنت؟ لا ولو يا سيدي، محشوهم ليش لحتى أسلبها؟ عم تحكي جد؟ طبعا جد. خود خود هويتك وانصرف من هون قبل ما احبسك بتهمة ازعاج السلطات. تفضل ولا ترجيني وشك مرة تانية، تفضل لبرا. يعني ما رح تخالفوني؟ قلت لك روح من هون وخلصنا، مالي فاضيلك العب على الخيلة. مثل ما بدك، انا عملت اللي علي وريحت ضميري عن اذنك. نعم شو هالناس هاي، هذا اللي كان ناقص والله. يلا يلا خليل يلا دخلنا. يلا جاهز. ليش القطاط هلا؟ هلا وقت القطاط. هاتيها لشوف، هاتيها روحي بيك. بس بس يلعن يلا روح. نو 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 امبوسيبل. وليش بقى؟ انت متخلف خليل، انت همجي. انا همجي؟ ليش هيك عم تقولي؟ انت شلون بتعمل هيك؟ هي مخلوق ضعيف وله حقوق، ما لازم ابدا نعاملها بقسوه. ببلدنا احنا ما في هيك شيء ابدا. ولك يا عيني يا كوندليزا، القطاط اللي عنا غير القطاط اللي عندكم. القطاط العربيات جقرين كتير، عينهم قوية وبيطلسوا وما بيتحركوا من محلهم، لذلك الأولاد بيحاجرون. وما في قطة بالشارع سليمة 100%، بتلاقي الوحدة منهم يا محروق دنبة، يا مشرومة شفتة، يا مقطوعة إدنا. بقى إذا عطيتيهم وش بينجلقوا. خليل أنت لازم تسلم حالك فورا. لمين بدي سلم حالي؟ للبوليس. للبوليس؟ ليش بتعرفي إذا رحت على المخفر وقلت لهم إني ضربت قطة شو بيعملوا فيني؟ شو بيعملوا يعني؟ بيحولوني على مستشفى المجانين فورا. بقى امشي خلصيني، امشي كوندليزا، بر مشاكل عند الصباح، عنا أشغال الله يرضى عليكي. نو 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 نو، أنا قلبي كتير وجعني على القطة. صحيح أنت ما ضربتها بس عاملتها بعنف. معلش خليل أنا راجعة على البيت. لك وين رايحة والجماعة اللي وعدناهم؟ روح لحالك، أنا مستحيل روح مع واحد متوحش مثلك. يا لطيف يا لطيف، شو بتحب العنف؟ متوحش وبتحب العنف؟ يا عمى معقول؟ شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ الله وكيلك صرصور بالبيت ما عم استرجي اقتل، نملة ما عم احسن ادعاس، ناموسة ما بقدر افعاس، ولك دبانة دبانة شو قيمة الدبانة؟ ما عم اقدر كش عن وشي. اوف 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 اوف، لك العمل هالدرجة؟ وأكتر بكتير. اسمع لقلك، تقطيع الشارع لازم يتم من ممر المشاة، الإشارة الحمراء ممنوع تجاوزها ولا بشكل،
حيوان أليف ما بصير انعره أو أضربه، وإلا بصير بنظرة عديم الضمير والحساسية. للزيارات كلها على المواعيد. شغل البيت بالنص بيني وبينها. قال شو؟ طالما أنا عم أشتغل وهي عم تشتغل، معناها لازم نتقاسم شغل البيت سوا، وما حدا أحسن من حدا. عم قلك مخلوقة حساسة وعاطفية ونظامية من الطراز الأول، وروح قلبها المساواة. إيه معلش حبيبي، هاي ضريبة الحضارة، وطالما ستايلك غربي لازم تتعود على هيك نمط من الحياة. أصلا لما قلتلك اتجوز وحدة شرقية صرت تتفقس علي. صحيح، بس بتعرف يا ناصر، إذا الواحد فكر بها الأمور بشوية موضوعية وحياد بيكتشف بالنتيجة إنه كونداليزا معها حق. ها، وشلون زبطت معك هاي؟ يعني شي حضاري كتير الواحد يحترم الأنظمة والقوانين بهالطريقة هاي، وسلوك كونداليزا بدل على وعي متقدم وتطور اجتماعي عالي جدا، والمفروض كل شعبنا يتصرف بهالطريقة. بس المصيبة إنه نحنا متعودين على هالشي. أنت اللي متعود، نحنا مانا مضطرين أبدا. يعني مثلا لما كونداليزا بتزعل وبتنقهر من قلبها لأنها شافت لحام لاحق كلب وعم يخلصه من تمه شقفة اللحمة يلي خطف له إياها من دركانته، فعلى شو هالشي بدل برأيك؟ ما بعرف، على شو بدل؟ يا سيدي بدل على إنها إنسانة حساسة وراقية وعندها شفافية عالية وفيض كبير من المشاعر الإنسانية الدفاقة. يا أخي شو بدنا بيحكي؟ يعني ولو كنت مختلف أنا وياها بالرأي، بس بالغرب قطعوا أشواط كبيرة بهالمضمار هاد. بجوز، بس مو بكل شيء. شو قصدك؟ يعني بيزعلوا على قطة عم تنضرب بالشارع، على كلب عم يضربوا صاحبه، بس ما بينهزلن جفن على صورة الدمار والخراب يلي عم نشوفها كل يوم. بأمانك شايف إنه المعادلة ناقصة شوي. هو بهي معك حق، فعلاً المعادلة ناقصة. قالوا نعم. نعم نعم أنا خليل. نعم خليل أبو نعرة. مين؟ مخفر الشرطة؟ بدكن يعني فوراً؟ خير إن شاء الله. لا بس شوفي، شو الحكي؟ بيتي انسرق؟ طيب جاي فوراً فوراً مسافة الطريق. يا سيدي هالمبلغ اللي ببيتي مو ملكي، هدول رواتب موظفين شركة النفط وكلهم أجانب، بينخرب بيتي إذا ما رجعت المبلغ لأصحابه. هالمبلغ أماني عندي يا سيدي. الحقيقة يا سيد خليل حظك قوي كتير لأنه قدرنا نكمش الفاعل بهالسرعة. طيب أنتو شلون عرفتوا وكيف كمشتوا الفاعل فورا؟ هدي حالك شوي يا أستاذ خليل وأنا رح فهمك كل شيء. يلي انسرقلك من البيت كمية من الذهب ومبلغ كاش 1,000,000 دولار وشوية أغراض ثمينة، يعني مثل العادة ما خف حمله وغلي تمنه. والفاعل طبعا كان ناوي يهرب برات البلد، بس لسوء حظه رجال المطار شكوا فيه، ولما فتشوا الشنطة لقوا معه كل الشغلات هي، وبنتيجة التحقيق اعترف بالسرقة وسلمنا المسؤولات. فعلا شغلة غريبة يا سيدي، مثل أفلام السينما بفرج كل. بس السؤال، شلون فات على البيت مو بعز نهار كمان؟ شو هالجرأة هاي؟ إذا بتحب تسأل هالسؤال بنفسك أنا ما عندي مانع. يعني الحرامي موجود عندكم هلا؟ إيه نعم. يا مساعد جميل دخل الحرامي. بعرفك على الحرامي اللي سرقك يا أستاذ خليل. كونداليزا؟